محور أساسيات العمل الدبلوماسي والقنصلي، وهو المحور الرابع. الدكتورة منيا رحيمي بجامعة محمد الخامس بالدوحة قطر ستقدم لنا حصة اليوم، والتي بعنوان التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدول، دراسة في المفهوم والوظائف والحصانات. للتذكير، فالدكتورة منيا رحيمي سوف تتدخل أيضا في إطار هذا المحور الرابع، وتقدم حصة أخرى يوم الأحد المقبل حول التمثيل القنصلي، الوظائف والحصانات، وعلاقة التكامل مع الوظيفة الدبلوماسية. لذلك نرجو من كل المشاركين أن يلتزموا بوقت الحضور حتى نتمكن من الاستفادة من حضور الدكتورة منيا رحيمي، التي لديها باع طويل في هذا المجال وخبرة لا يستهان بها. نستفيد منها ونستزيد من معرفتها الشاسعة. دكتورة منيا، مساء الخير. مساء الخير دكتور كريم، شكرا على التقديم. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك دكتور كريم. نعتذر على هذا التأخير. هو المفروض الساعة 6، ونحن الآن الساعة 6:15، 15 دقيقة تأخير دكتور كريم. يعني أنوه فقط بالنسبة لجميع المشاركين الأفاضل أن يحرصوا على التوقيت المحدد، 6، يعني 6 ربع ساعة تأخير يعني سيكون على حساب الوقت الزمني المخصص للمحاضرة، خاصة وأن المحاضرة طويلة ومحاورها متعددة. فمن أجل ضمان الاستفادة بأكبر قدر ممكن، أهيئ بجميع الحاضرين والمشاركين أن يحضروا في الوقت المناسب إن شاء الله، حفاظا على مصداقية هذه الدورة التكوينية بإذن الله. نبدأ على شكرا بركة دكتورة، الله. شكرا على هذا التنويه، نعتز بوجودكم، ويسعدنا كثيرا أن نستمع لهذه المحاضرة والتي ستفيدنا أكثر. تفضلي دكتور. شكرا دكتور كريم. أولا، هل الصوت واضح لو سمحت؟ واضح؟ طيب ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه دوما نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات الأساتذة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أكون اليوم ضمن ثلة من الأساتذة الأفاضل الذين ساهموا في تأطير هذه الدورة التأهيلية، ويسعدنا أيضا أن أرحب بجميع المشاركين مع متمنياتي الخالصة أو تمنياتي الخالصة لهم بالتوفيق والسداد في مباراة اجتياز السلك الدبلوماسي والقنصلي. كما أتمنى أن تكون هذه الدورة التأهيلية بادرة خير عليكم جميعا ونقطة انطلاق جيدة في مسيرتكم المهنية الزاخرة إن شاء الله في مستقبلكم المهني في القادم من الأيام. محاضرة اليوم كما هو مكتوب على الشاشة أو كما تعرفون لها صلة مباشرة بموضوع الدورة التكوينية، ألا وهي التمثيل الدبلوماسي الدائم بين الدول. سأتناول هذه المحاضرة في 5 محاور أساسية. المحور الأول سيتناول أو ستتضمن الجذور التاريخية لمفهوم الدبلوماسية، ثم المحور الثاني سيتناول المؤسسات الرسمية المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية بين الدول، على رأسها رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية. غير أنني بسبب ضيق الوقت زائد التأخر الذي حصل سوف أمر مرور الكرام على هذه الأجهزة، وسأركز على المحور الثالث والرابع الذي يتضمن الحصانات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، وقبل ذلك في المحور الرابع وظائف البعثة الدبلوماسية، وأيضا الحصانات والامتيازات الخاصة بالمبعوث الدبلوماسي. وستناول في المحور الأخير الخامس الأسباب أو دوافع انتهاء المهمة الدبلوماسية أو البعثة الدبلوماسية. أهيب بالحضرات المشاركين أنه ما بين كل محور ومحور سأقف هنيها دقائق معدودة جدا من أجل طرح الأسئلة. إذا كان لديكم أي استفسار أو أي أسئلة أو أي غموض في أي فكرة من أفكار التي سأطرحها، أرجو أن تطرحوا هذه الأسئلة قبل الانتقال إلى المحور الثاني، من باب توخي تحقيق المشاركة والفاعلية والتفاعل خلال هذه المحاضرة. دكتور كريم، لدي باوربوينت أريد أن أشاركه لو سمحت. دكتور كريم،
دكتور كريم. طيب، يبدو أن دكتور كريم غير متاح. أحد الحاضرين يتفضل ويتطوع ويخبرني إن كان الباوربوينت واضح على الشاشة لو سمحتم. نعم واضح. واضح؟ هل الصورة نعم. واضحة؟ هل أقوم بتكبيرها أم أن الحجم يعني مناسب؟ بالنسبة لي الصورة واضحة. شكرا. ممتاز ممتاز. طيب، راح سنبدأ الآن إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، كما قلت، بعد المحور الأول سيتناول التاريخ الدبلوماسية. لدي مشكل في الباوربوينت. دكتورة مونيا، لو تسمح لي، تفضل أخي، تفضل. يمكنك تكبير الباوربوينت يعني فول سكرين أحاول تكبيره، ما هذا هو. من الأسفل، هل ترين عذرا هناك كشف؟ عذرا أخشى أن الدكتورة، أرجو الضغط على F5، 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 كنترول F5. F5. طيب، لا، بلا كنترول، F5 مباشرة، يعني حطي الكرسور على الباوربوينت واعملي F5، خلاص، هكذا أفضل. واضح، جيد. ممتاز. لكن سأحتاج. طيب، ممتاز. المهم، الشاشة واضحة للجميع. لا واضح دكتورة، واضح. سأفطر للتحدث بسرعة حتى أتغلب على الوقت المتبقى، الوقت الزمني المتبقى للمحاضرة. فيما يخص تحديد الجذور التاريخية للدبلوماسية، قسمت إلى ثلاث زوايا محددة. الممارسة الدبلوماسية، سأتحدث عن الممارسة الدبلوماسية تاريخيا بشكل ممتاز جدا، موجز تاريخ المصطلح، الكلمة، كلمة الدبلوماسية، ثم بعد ذلك تعريف المفهوم الدبلوماسية. من ناحية الممارسة الدبلوماسية، من ناحية الممارسة وعمل وكآليات، هناك اتجاهان متعارضان يتجاذبان الحديث عن تاريخ الدبلوماسية. هناك الرأي الذي يقول بأن الدبلوماسية قد ظهرت مع بداية المجتمعات القديمة، حيث شهد التاريخ أن القبائل القديمة البدائية والجماعات البشرية قد عرفت قواعد السلم ومراسم الصلح وبروتوكولات الاحتفالات إلى آخره. من أهم المدافعين عن هذا الرأي في عالمنا العربي نجد عالم الآثار العراقي دكتور جمعة الطلبي، أو الطلبي، أكد في مجموعة من أبحاثه أنه لم يعد مقبولا في أوساط الباحثين والآثاريين ما كان يعرف بالتفرد الإغريقي أو المعجزة الإغريقية، والتي تعني ذلك الإنجاز الهائل الذي حققه اليونانيون فجأة دون مقدمات تذكر ودون أن يكونوا مدينين لأي شعب سابق. ويؤكد في خلاصة أبحاثه أن بلاد الرافدين على وجه الخصوص، إلى جانب حضارات الشرق الأدنى والشرق الأدنى بشكل عام، تعتبر المنبع والأصل لكل ما له علاقة بالدبلوماسية. ولذلك حرص في كتابه تأثير في أبحاث الأنثروبولوجيا على تبيان وإبراز تأثير حضارة بلاد الرافدين على الحضارة اليونانية. في نفس الإطار، يتبنى المؤرخ العراقي دكتور علي عباس حسن في دراسته الجذور التاريخية للدبلوماسية أن الرأي السائد بأن مؤرخي أوروبا قد اتفقوا على أن مفهوم الدبلوماسية قد ظهر حديثا يعتبر خطأ فادحا. ويؤكد على نفس الفكرة السابقة بأن الدبلوماسية كممارسة وكآليات قد ظهرت منذ المجتمعات البدائية القديمة جدا. الاتجاه الثاني عكس الأول، يرى أن الدبلوماسية حديثة العهد، ولكن ضمن نفس الاتجاه نجد أيضا آراء مختلفة. فنجد أن الدبلوماسي الأمريكي جورج كينان يعتبر أن الدبلوماسية قد بدأت عام 1453 مع نهاية حروب المئة عام بين فرنسا وإنجلترا. وكما نعلم أن هذه الحروب تعتبر من أطول الحروب وأقدمها يعني وأطولها مدة، لربما تجاوزت سنواتها 116 سنة
في أوروبا، ويعتقد أن مع نهاية هذه الحروب عام 1453 بدأنا نشاهد ونلمس ظواهر أو مظاهر وتجسدات الدبلوماسية، في حين يميل الرأي الراجح بين أغلب المختصين في مجال الدبلوماسية إلى أن الدبلوماسية بمفهومها الكلاسيكي لم تظهر إلا بعد معاهدة وستفاليا عام 1648، ذلك أن هذا الحدث المعاهدة قد أرخت لحدث رئيسي غير العلاقات الدولية في أوروبا، بحيث أصبحنا نشهد مبدأ سيادة الدولة، ونشهد مفهوم بروز مفهوم الدولة القومية وأيضا بداية النظام الدبلوماسي الحديث. يؤكد هذا الرأي مجموعة من الدبلوماسيين والمفكرين الغربيين، على رأسهم الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر في كتابه الدبلوماسية، وأيضا المؤرخ البريطاني بول كينيدي في كتابه صعود وسقوط القوى العظمى، والأكاديمي البريطاني ميكايل شاهين أو شيهان عفوا في كتابه النظام الدولي. هؤلاء الكتاب وغيرهم كثيرون يؤكدون على أن الدبلوماسية حديثة العهد. بشكل عام هذه هي الآراء المتعارضة في جميع، إذا طلعتم على كتابات في مجال الدبلوماسية في تاريخ الدبلوماسية تحديدا ستجدون أنفسكم أمام هذا الاتجاهين المتعارضين. فيما يخص كلمة الدبلوماسية، أتحدث الآن عن المفردة والكلمة وليس عن المفهوم، لأن هناك فرق بين الكلمة والمصطلح والمفهوم. يرجح الباحثون أن كلمة الدبلوماسية هي كلمة يونانية الأصل مشتقة من كلمة دبلوم، كان يقصد بها آنذاك، يعني في عهد اليونان، الوثيقة أو الشهادة الرسمية التي تطوى على نفسها، والتي كانت تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة العليا في البلاد، وتخول حاملها امتيازات خاصة، وتتضمن صفة المبعوث والمهمة التي بعث من أجلها أو لأجلها. كانت هذه الوثيقة من الناحية الشكلية تختم في صفائح معدنية ذات وجهين وطبقين ومخيطين سويا بطريقة خاصة تميزها عن باقي الوثائق والأوراق المستعملة لهذه الأغراض. في عهد الرومان استعملت كلمة دبلوما للدلالة على معاني متعددة، منها التوصية الرسمية التي تعطى للأفراد الذين يأتون إلى البلاد الرومانية، بمعنى تعطى للأفراد الأجانب وليس للمواطنين، وكانوا يحملونها معهم، يسمح لهم بالمرور ودخول الأراضي الإمبراطورية الرومانية آنذاك، وليكونوا موضع أو محط رعاية خاصة. ثانيا، اتسع مدلولها فيما بعد ليشمل الأوراق والوثائق الرسمية التي تتضمن نصوص الاتفاقيات التي أبرمتها الإمبراطورية الرومانية مع المجتمعات والقبائل الأجنبية. الاستعمال الثالث، استعملت كلمة الدبلوماسية، وهذه مسألة مثيرة للاستغراب، وسيجدونها في الكتابات التي أرخت للفترة الإمبراطورية، الإمبراطورية الرومانية تحديدا، كانت تستعمل الدبلوماسية لوصف أو نعت طباع خصائص وسمات المبعوث الدبلوماسي، حيث كانت تستعمل هذه الكلمة بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين. وستفاجؤون ربما مثلما تفاجأت أنا أيضا أن الدبلوماسي كان، أو السفير آنذاك، كان يسمى بالكاذب أو الكذاب أو المنافق أو الرجل الذي أرسلته دولته ليكذب في دولة أخرى أجنبية. وهذه هي التعريفات التي أعطيت فعلا معنى الدبلوماسية، لكن هذا نوع التعريف مرتبط فقط بهذه الحقبة الإمبراطورية الرومانية. ومن ثم، يعني من عهد اليونان إلى عهد الرومان، انتقلت هذه المفردة أو الكلمة الدبلوماسية إلى اللغات الأوروبية، ومنها إلى اللغة العربية. بالنسبة للعالم العربي والحضارة العربية، يلاحظ في قاموس اللغة العربية أنه لا يوجد تأصيل لكلمة دبلوماسية، ولا يوجد لها مصدر اشتقاقي كباقي الكلمات في اللغة العربية. لماذا؟ لأنها كلمة دخيلة على اللغة العربية، مثلها مثل باقي الكلمات الوافدة علينا من اللغة التركية أو الفارسية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأنها تعتبر من ضمن المفاهيم التي تمت ترجمتها في حقل العلوم الاجتماعية، مثل الكلمة الديمقراطية والاشتراكية والعولمة والليبرالية وغيرها من المفاهيم التي تسخر بها أو يسخر بها مجال العلوم الاجتماعية. غير أنه في تاريخ العرب
العربي، التاريخ العربي الدبلوماسي، نجد كلمتين أساسيتين تفيد معنى الدبلوماسية. أهم هذه الكلمتين هي كتاب. كلمة كتاب تستخدم هذه الكلمة، أو كانت تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة فيما بينهم، والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والأمان. ويلاحظ لحد الآن في هنا في بلاد الخليج أنه في المراسلات الإدارية تسمى كتاب، يعني داخل الإدارة المراسلات الإدارية بين المسؤولين الإداريين يستعملون مصطلح كتاب للتعبير على الوثائق والمراسلات الإدارية المتبادلة بينهم. ثم نجد أيضا كلمة سفارة في اللغة العربية، لها أصلها ولها شقها اللغوي، تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة، أي التوجه والانطلاق إلى القوم بغية التفاوض وإصلاح ذات البين. وأصل السفارة هي فعل سفارة، يسفر ويسفر سفرا وسفارة، ومعنى سفر بين الناس بمعنى أصلح بينهم. حتى لا أطيل في الجانب اللغوي، في التاريخ الدبلوماسي العربي لدينا مقولة جميلة جدا يصح لها أن تكتب بماء من ذهب بالنسبة لكل مختص في عالم الدبلوماسية. هي كلمة الخليفة معاوية بن أبي سفيان، التي تعتبر أبلغ تعبير عن خصائص ومهام ووظائف الدبلوماسية. قال حينها في موقف معين لدى علي صبي الآن، قال: لو كان بيني وبين الناس شعرة شعرة لما انقطعت، إذا أرخوها شددتها، وإن شدوها أرخيتها. هذه العبارة يسعني لا يسعني الوقت للتفصيل فيها والتعبير عن مدى دلالتها الدبلوماسية ومدى أهميتها في العمل الدبلوماسي، لكن أكتفي بأن نحتفظ بهذه العبارة بالنسبة لكل مهتم ومقبل على عالم السلك الدبلوماسي. تعريف مفهوم الدبلوماسية. لدينا تعريف كثيرة ومفاهيم لمفهوم الدبلوماسية. هذه التعريف الكثيرة قد سردت بعضها هنا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. سبب هذه الاختلافات دائما هو اختلاف هذا المفهوم كما ذكرت آنفا، من العهد اليوناني إلى العهد الروماني إلى عهد الحضارات الأخرى إلى عهد العالم العربي والإسلامي إلى الوقت الحاضر، أيضا من عصر العصور الوسطى إلى عصر الأنوار إلى القرن 21. نجد تعريفات متعددة مختلفة ولا يربطها إلا بعض الخصائص المشتركة. فأهمية هذه الاختلافات تفيد بأن الدبلوماسية كمفهوم هو محط اختلاف وليس محط اتفاق كما هو الشأن بالنسبة للمصطلحات أو الألفاظ الاصطلاحية. كل ما هو مصطلح، المصطلح هي عبارة عن لفظ تم الاتفاق أو من طرف المتخصصين والعلماء والفقهاء على أنه يعني معنى محددا اصطلاحي، له معنى اصطلاحي متفق عليه، لكن المفهوم دائما هو محط اختلاف بين الفقهاء والعلماء والمتخصصين والباحثين أيضا، لأن كل واحد من هؤلاء يعرف المفهوم من زاويته الخاصة أو من الزاوية التي يراها أكثر أهمية وأكثر تأثيرا. تعريف قاموس أكسفورد يرى أن الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات، والأسلوب الذي يستخدمه السفراء والمبعوثون لإدارة وتسوية هذه العلاقات، وهي وظيفة الدبلوماسي أو فنه. هذا التعريف يركز على أدوات الدبلوماسية ومهام الدبلوماسية. إذا أخذنا مثال شارل كالفو، يعتبر أن الدبلوماسي، وهو دبلوماسي أرجنتيني، يعتبر أن الدبلوماسية هي علم. لاحظوا معي وقد وضعتها بالبط الغليظ، علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول، كما تنشأ عن مصالح متبادلة وعن مبادئ القانون الدولي إلى آخره. بالنسبة لكيسنجر، يعتبر أن الدبلوماسية تقريب وجهات النظر المختلفة عن طريق المفاوضات. هو أيضا يركز على أسلوب العمل الدبلوماسي. بالنسبة للدكتور فاضل زكي محمد، يعرف الدبلوماسية بأنها علم وفن تنظيم وإدارة العلاقات الدولية التي يمارسها الدبلوماسيون من خلال المفاوضات. فلاحظوا معي أنه الآن في هذا التعريف لدينا التعريف الدبلوماسي على أساس أنها علم وفن أيضا تنظيم العلاقات وإدارة العلاقات من طرف الدبلوماسيين من خلال المفاوضات. أحدث التعريفات التي أعطيت لمفهوم الدبلوماسية، اخترت لكم تعريف ألين بيجمان، قال أو يقول أن الدبلوماسية هي دراسة التمثيل
والاتصال بين اللاعبين الدوليين بما فيها الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والشركات الكبرى. لاحظوا معي أن هذا التعريف يعتبر تعريفا جد معاصر للواقع الدولي الذي نعيشه حاليا. لماذا؟ لأن لم تعد الدبلوماسية مرتبطة بالدولة فقط، بل إنها أصبحت تتضمن فاعلين جدد على المستوى الدولي. على رأس هذه الفاعلين الجدد المنظمة الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات، المجتمع المدني والمؤسسات المتعددة الأطراف. كل هؤلاء الفاعلين الجدد عفوا ساهموا في إعطاء تعريف جديد. كما قلت لكم أن التعريف المفهوم مرتبط بالزمان والمكان والمؤثرات التي تؤثر في هذا المفهوم. لن أطيل أيضا في هذا التعريف، لكن ارتأيت أن أحصر الخصائص الثلاث للدبلوماسية باعتبارها علم وفن وقانون، وقد حاولت أن ألعب على الألوان حتى تكون الفائدة التركيز أكثر. الدبلوماسية كعلم، لماذا تعتبر دبلوماسية علم؟ لأن العديد من الباحثين لا يعترفون بأن الدبلوماسية علم. لماذا؟ يعتبرون أنها فن أكثر منها علم. ولكن في رأيي الشخصي وبعد بحث مستفيض خلصت إلى هذه إلى هذا الاستنتاج عفوا، كما خلص إليه العديد من الباحثين أيضا والمتخصصين في هذا المجال. نقول أن الدبلوماسية هي علم لأن لها قواعدها وأصولها الحديثة العهد، فأصبحت تعرف بأنها علم تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في الخارج. لماذا؟ لأن الدبلوماسية أصبحت علما مستقلا بذاته في إطار العلوم الاجتماعية. نحن نقول لدينا علم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى غيره من العلوم الأخرى. فكذلك الدبلوماسية هي علم مستقل بذاته. لماذا؟ لأن له أو لها مواضيعها ومجالها الخاص بها وقواعدها التي تضبط وتتحكم في العمل الدبلوماسي، ولها أشخاصها المعنيون بالعمل الدبلوماسي وطرقها وأساليب الأداء والعمل إلى آخره. أيضا الدبلوماسية كعلم تتضمن عددا من النظريات، فكما هو الشأن النظريات التي المعروفة في العلاقات الدولية بما في ذلك النظرية الواقعية والمثالية والليبرالية والنيو ليبرالية والسلوكية إلى غيرها من النظريات. أيضا في الدراسات الدبلوماسية لدينا هذه النظريات التي تساعد الباحث على قراءة الواقع الدبلوماسي والعلاقات الدولية واستشراف مآل هذه العلاقات على مستوى العمل الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي فيما بين الدول وأيضا فيما بين الدول والمنظمات الدولية. أيضا تعتبر علم أن لأنها تستخدم منهجية علمية متخصصة، شأنها في ذلك شأن جميع العلوم الاجتماعية من أجل تحليل مصير الأحداث والتنبؤ بمستقبلها واستشراف هذا المستقبل، مستقبل هذه العلاقات، بناء على عدد من التجارب والخبرات والتراكم المعرفي في هذا المجال. الدبلوماسية علم أيضا لأنها لا تنحصر في الإطار النظري فقط، وإنما نجد تطبيقها وتجسيدها في الإطار التطبيقي من خلال أدوات التفاوض ومن خلال أساليب حل النزاعات وتسويتها ومن خلال آليات وطرق إدارة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. أيضا الدبلوماسية هي فن لأنها تعتمد على نوعية خاصة من المهارات الشخصية المتميزة والحساسة جدا والدقيقة جدا التي ترتبط بطبيعة الشخص. فهنا أفتح قوسين لأعبر عن رأيي الشخصي، ولست أدري إن كنتم ستتفقون معي في هذا الرأي أم لا، على كل حسب ناقش الفكرة لاحقا. أعتقد أن الصفات المهارات الشخصية للدبلوماسي تعلو عن المهارات المعرفية المكتسبة، لأن الشخصية الدبلوماسية حتى وإن أدركت واستوعبت وألمت بجميع المعارف المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، فإذا كان ينقصه أو تنقصه المهارات الشخصية في هذا المجال فإن عمله سيكون ناقصا. عكس ذلك، إذا كان الدبلوماسي يتوفر على مهارات عالية متميزة وربما استثنائية تميزه عن غيره من الدبلوماسيين، سيسهل عليه أن يكتسب المعارف، سيسهل عليه أن يتجاوز العديد من العراقيل
والصعوبات في مجاله الدبلوماسي. لماذا؟ خاصة في وقتنا الراهن التي نقول فيها أن الدبلوماسي أصبح في عنق الزجاجة. العمل الدبلوماسي حاليا ليس كعمل دبلوماسي قديما أو ما قبل القرن 21. الدبلوماسي قديما كان عمله كلاسيكيا تقليديا محددا في وظائف التي سندرسها لاحقا إن شاء الله. لكن دبلوماسي الراهن هو مطالب بالعديد من المهام إلى جانب المهام الدبلوماسية. في ظل التكنولوجيا المتقدمة وفي ظل الأحداث المتسارعة التي لا تترك مجال التفكير واتخاذ القرار المناسب. فلذلك المهارات الشخصية التي تتعلق بالقدرة على الابتكار والقدرة على إيجاد الحلول بسرعة والبديهة والقدرة على الإقناع والتأثير، هذه كلها صفات يجب أن يتميز بها الشخصية الدبلوماسية. لذلك نقول هي فن، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يمتلك هذه الصفات. طيب، إلى جانب الخصال الحميدة الأخرى المتعارف عليها في مجال العلاقات الاجتماعية بشكل عام والدبلوماسي بشكل خاص، نتحدث أيضا عن خصائص الموهبة والحكمة والكياسة واللباقة وقوة الشخصية وسرعة البديهة. لذلك تعتبر عملية التوفيق بين الجانب العلمي والمعرفي والفني في الدبلوماسية من أهم الأمور التي تجعل الحقل تجعل العمل الدبلوماسي معقدا متشابكا ولكن في نفس الوقت ايضا جذابا. استحضر هنا مقوله جورج برنارد شو، مؤلف مسرحي ايرلندي معروف وحائز على جائزه نوبل السلام، يقول في تعريفه للدبلوماسيه: ان الدبلوماسيه هي الفن الذي يجعلك تقول لكلب شرس يا لك من كلب لطيف حتى تجد فرصة لالتقاط حزمة من الحجر. يعني هي مقولة دقيقة وصراحة قد تبدو غريبة شيئا ما، لكن كل كلمة لو كان لدينا الوقت لشرحها سأستفيض في الشرح، لكن الوقت لا يسمح. فخلاصة مثل هذه الأمثلة والمقولات تذكرنا بالمقولة التي نتداولها كثيرا في علاقاتنا الاجتماعية. فإذا قلت مثلا حينما تصف مجتمعا معينا إن نصف هذا المجتمع سيء، ردود الفعل ستكون أسوأ من التعبير نفسه، ستكون محط انتقادات ومحط نزاعات وحساسيات مفرطة. لكن إذا قلت إن نصف المجتمع طيب وراقي وجميل، فإنك ستحظى بالمدح والإطراء وستتفادى الكثير من الصراعات والنزاعات التي لا طائل منها. هذا هو يعني الدبلوماسي، مطالب بوصف الواقع لكن بطرق لبقة وفيها مراعاة لثقافة الآخر وفيها مراعاة لأحاسيس الآخر، رغم أن المعنى نفسه. فإن نقول نصف المجتمع سيء، هذا معناه أن نصف الآخر جيد، لكن إذا قلنا أن نصف المجتمع جيد فهذا يعني أن نصفه الآخر سيء. فهنا تبدو أهمية الدبلوماسية أو فن الشخصية الدبلوماسية. حينما نقول الدبلوماسية قانون، لماذا نقول الدبلوماسية قانون؟ لأن بطبيعة الحال الدبلوماسية تعتمد في عملها وفي علاقتها على مجموعة من القوانين الدولية التي تؤطر وتحدد العمل الدبلوماسي، وتؤطر وظيفة البعثة الدبلوماسية، تؤطر حقوق وواجبات العمل الدبلوماسي بين الدول فيما بينها أو بما بين الدول والمنظمات الدولية. على رأسها الاتفاقيات، هي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 التي هي موضوع محاضرتنا اليوم، اتفاقية فيينا للعمل القنصلي لعام 1963 هي موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله، اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969، اتفاقية تمثيل الدول في علاقتها بالمنظمات ذات الطابع العالمي الموقعة عام 75، واتفاقية الحصانات القضائية للدول وممتلكاتها الموقعة بتاريخ 2004. على كل حال هناك اتفاقيات كثيرة بينية سابقة لاتفاقية 61 واتفاقية جماعية أيضا يصعب الإحاطة بها جميعا في هذه العجالة. أقترح عليكم طرح الأسئلة قبل الانتقال للمحور الثاني الخاص بالأجهزة المؤثرة للعلاقات الدبلوماسية. إن كانت لديكم أي أسئلة فأنا رهن الإشارة. شرط ألا نطيل لو سمحتم.
دعونا أطرح السؤال الثاني، في رأيكم هل الدبلوماسية علم أم فن أم قانون أم أنها تجمع كل هذه الخصائص مجتمعة؟ لا أستطيع، إن كان هناك أي مشاركة أو مداخلة فلا أستطيع التحكم فيها، يرجى من الدكتور كريم التكرم إن كان هناك أي مشاركة أن يبلغني صوتا لأنه يتعذر علي قراءة المراسلات. لحظة، طيب، تجمع كل الخصائص. أشرف جانين، عفوا، إن آسفة إن نطقت الجواب الاسم بالخطأ، علم وفن في آن واحد. طيب، وما بال القانون يا أشرف، يا أستاذ أشرف، عفوا أستاذ ياسر، أين القانون؟ لا يمكن أن نلغي القانون من تعريف الدبلوماسية، لأن يعني تعتمد في العمل الدبلوماسي يعتمد أساسا على القواعد القانونية، بدون هذه القواعد القانونية لا يمكن أن تكون هناك أي ممارسة دبلوماسية أو تمثيل دبلوماسي. طيب، ننتقل إلى المحور الثاني. لدي مشكل. طيب، الحمد لله. لحظة، المحور الثاني متعلق بالأجهزة الدولة المكلفة بالتمثيل الدبلوماسي. أعتذر، أعلم أنني أسرع في الشرح، مضطر لذلك لأنه ما شاء الله لدي الكثير من المحاور للتطرق لها. بشكل عام، أجهزة الدولة المكلفة بالتمثيل الدبلوماسي كما هو مبين في البيان، هناك نميز عادة بين الأجهزة المركزية والأجهزة الفرعية. الأجهزة المركزية تتمثل في رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الخارجية. بالنسبة للأجهزة الفرعية يجسدها تحديدا الممثلون الدبلوماسيون، عفوا، والممثلون القنصليون، وأيضا القيادات العسكرية المكلفة بمهمة في الخارج. دائما السياسة الخارجية كما درسنا في العلاقات الدولية وتدرسون أكيد في العلاقات الدولية يحددها جانبان أساسيين، الدبلوماسي والجندي، هذان هم المحددان الأساسيين في العلاقات الدولية، طبعا ناهيك عن الجانب الاقتصادي والمسائل المؤثرات الجديدة في العلاقات الدولية حديثا. في إطار العمل الدبلوماسي المثير الدبلوماسي نميز عادة بين الدبلوماسية الدائمة ودبلوماسية مؤقتة، دبلوماسية ثنائية ودبلوماسية متعددة الأطراف. فأهم ما يميز الأجهزة المركزية عن الأجهزة التنفيذية في إطار التمثيل الدبلوماسي في إطار العلاقات الدبلوماسية، عفوا، هي أن الأجهزة المركزية تقوم بصناعة السياسة الخارجية، في حين أن الأجهزة الفرعية تقوم بتنفيذ وتطبيق هذه السياسة. سنتطرق لأهم هذه الفروق، عفوا، الأجهزة الرئيسية، رئيس الدولة. تهمني في هذه المحاضرة الحديث عن الاعتراف برئيس الدولة والحديث عن حصاناته في مقابل حصاد الدبلوماسي، لأنه حين الاطلاع على مجموعة الأبحاث ستلاحظون، وأرجو انتباه هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية، ستلاحظون هناك مجموعة من الأبحاث والدراسات تخلط بين الحصانة السيادية لرئيس الدولة والحصانة الدبلوماسية، وتعتبر أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وهذه من الأخطاء الشائعة والتي لا يجب أن تتكرر أو لا يجب أن يتم تداولها من طرف الباحثين المهتمين في بالعلاقات الدبلوماسية. لماذا؟ رئيس الدولة هو الممثل الأسمى والأصيل لدولته، فهو حينما يمثل دولته في الخارج فهو يمثل دولته باعتباره رئيسا لهذه الدولة، ومعترف به من طرف شعبه، ومعترف به من طرف الدول الأجنبية ومنظمات المنظمات الدولية أيضا. هذا الاعتراف يفرض عليه أن تكون شخصيته وهويته الرسمية معروفة لدى جميع الدول في المنتظم الدولي. مبدأ الاعتراف برئيس الدولة في غاية الأهمية، وسأبين ذلك لاحقا وعلى مدار هذه الفقرات، لأن الاعتراف برئيس الدولة يعتبر هي الانطلاقة الأولى لربط العلاقات الدبلوماسية
مع هذه الدولة ولتبادل البعثات الدبلوماسية، لأنه بدون عمل الاعتراف لا يمكن أن نتحدث عن علاقات دبلوماسية ولا يمكن أن نتحدث عن تبادل البعثات الدبلوماسية بين الدولتين. طيب سأحاول. هناك إذا تحدثنا عن اختصاصات رئيس الدولة على الصعيد الخارجي فتتمثل في مجموعة من الخصائص التي يحددها دستور الدولة. نعلم جيدا أن الذي يحدد اختصاصات ومهام وصلاحية رئيس الدولة هو الدستور، كيفما كان نظام السياسي للدولة سواء كان نظاما ملكيانا أو نظاما رئاسيا أو نظاما جمهوريا ديمقراطيا ديكتاتوريا، المهم أن الدستور هو القانون الأسمى لأي دولة، وهذا الدستور هو اللي يحدد صلاحية مهام رئيس الدولة. من بين أهم هذه أو على رأس هذه المهام حاولت أن أحصر في 7 صلاحيات ومهام واختصاصات. أولا تمثيل دولته في الخارج، توجيه السياسة الخارجية، اعتماد السفراء. وحينما نقول اعتماد السفراء فإنه يعتمد، هو الذي يرسل السفراء إلى الخارج ولديه يعتمد السفراء، سفراء الدول الأجنبية. التفاوض، إعلان الحرب وتوقيع الصلح، تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والمشاركة في اجتماعات منظمة الأمم المتحدة على رأسها مثلا اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونحن الآن في هذه الفترة في هذا الأسبوع قد بدأت فعلا الدورة العادية للجمعية العامة ابتداء من 24 شتنبر وستنتهي خلال 30 شتنبر. هذه الدورة العادية للجمعية العامة يحضرها جميع رؤساء العالم دون استثناء. طيب هي مشكل فيما يتعلق بحصانات رئيس الدولة والامتيازات. أذكر هنا بما قلته آنفا أن حصانات رئيس الدولة وامتيازاته لا تؤطرها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 كما يتداولها بعض الباحثين والدارسين، إنما تؤطرها اتفاقية البعثات، اتفاقية الأمم المتحدة للبعثات الخاصة لعام 1969. فحينما ندرس اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لا نجد أي ذكر لرئيس الدولة، ولكن نجد تركيزا على رئيس البعثة الدبلوماسية، ورئيس البعثة الدبلوماسية لا يعني رئيس الدولة، وربما هذا هو الخطر الذي وقع فيه الكثيرون. الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة يؤطرها العرف تحديدا، العرف الدولي. يعني توتر العرف الدولي على أن يمنح مجموعة من الحصانات والامتيازات لرئيس الدولة. هذه الحصانات والامتيازات تظل معه طالما ظل في منصبه بشكل رسمي. حديثا تم تقنين هذه الحصانات بشكل غير مفصل كما هو حال حصانات اتفاقية فيينا 1961. تم تناولها ضمن المادة 21 التي تنص على أن رئيس الدولة يتمتع رئيس الدولة المعتمدة عندما يقود مهمة خاصة لدى الدولة المستقبلة أو في دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحسنات التي يمنحها القانون الدولي لرؤساء الدولة في زيارات رسمية. في زيارات رسمية. أيضا تنص الفقرة الثانية بنفس المادة 21 رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيره من الأشخاص ذوي الرتب العالية عندما يشاركون في مهمة خاصة للدولة المفيدة يجب أن يتمتعوا في الدولة المستقبلة أو في الدولة الثالثة بالإضافة إلى ما تمنحه هذه الاتفاقية من التسهيلات والامتيازات والحسنات التي يمنحها القانون الدولي. خلاصة القول أن رئيس الدولة والوزراء الذين يتمتعون بحقائب سيادية كرئيس الحكومة وكوزير خارجية ووزير داخل أيضا يتمتعون بالحصانات والامتيازات الخاصة بهم، لكن في إطار العمل الرسمي لهؤلاء. ما الذي يميز رئيس الدولة عن باقي الوزراء الدولة؟ أن رئيس الدولة سواء سافر إلى الدولة الأجنبية بصفته الرسمية أو بصفته الشخصية يحتفظ بهذه الحصانات والامتيازات طالما أنه في منصبه الرسمي.
طالما أنه رئيس للدولة. لكن بالنسبة للرؤساء الوزراء الآخرين، وزير الخارجية مثلا أو رئيس الحكومة، فإنه يتمتع بهذه الحسنات طالما أنه في مهمة رسمية. بمعنى أنه إذا سافر وزير الخارجية في مهمة شخصية مثلا إلى دولة أجنبية، فإنه لا يتمتع بهذه الحسنات، وإنما سيعتبر أو يعامل على أساس أنه شخص عادي، لأن مهمته كانت من أجل استجمام أو الاستشفاء أو من أجل قضاء العطلة. وهذا هو الفرق الأساسي بين حسنات رئيس الدولة وحسنات الوزير الخارجية وباقي الوزراء الآخرين. تشمل الحصانة السيادية لرئيس الدولة الحصانة الشخصية والقضائية إلى جانب الامتيازات المالية. الحصانة الشخصية يقصد بها حرمة الذات والمسكن، إذ يتمتع رئيس الدولة الذي يزور دولة أجنبية بحصانة شخصية كاملة ومطلقة، بحيث لا يمكن القيام بأي إجراء قسري ضده أو الاعتداء عليه أو إلحاقه بأي ضرر. والمعنى الآخر لهذه الحصانة بأن أي دولة أو الدولة الأجنبية التي تستقبل رئيس لدولة أخرى مطالبة بتأمين وضمان جميع وسائل السلامة والأمان لرئيس الدولة، وفي حالة وقوع أي ضرر أو إلحاقه بأي أذى، فإن عادة قوانين الدولة المستقبلة في إطار قانونها الجنائي تتضمن مواد خاصة لمعاقبة الشخص الذي اعتدى على رئيس الدولة. نموذج ذلك كما نتذكر أكيد جميعا قضية الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اعتدى على شخص الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالحذاء الذي يعتبر حذاء أسطوري لحد الآن خلال مؤتمر صحفي عام 2008. فأصدر القضاء العراقي حكما بالسجن على هذا الصحفي منتظر الزيدي بالسجن 3 سنوات. طيب، بالنسبة للحصانة القضائية والجنائية والمدنية، الرئيس الدولي يتمتع بحصانات مطلقة سواء كانت الحصانة القضائية جنائية أو مدنية أو إدارية. مدة سريان الحصانة الامتيازات، كما قلت آنفا، هذه المدة مرتبطة باستمرار رئيس الدولة في منصبه. طالما أن رئيس الدولة لا يزال رئيس للدولة بشكل رسمي، فلا توجد أي مشاكل أو أي إشكاليات على المستوى. لكن متى تظهر الإشكاليات القانونية؟ حينما يكون رئيس الدولة مسافرا إلى بلد أجنبي، تقوم ثورة ضده أو انقلاب عسكري ضده. في هذه الحالة يظل رئيس الدولة في مأزق من حاله. هل تعتبر الحصانات والامتيازات في هذه الحالة قائمة أم تبطل بمجرد قيام الثورة ضده أو انقلاب عسكري ضده؟ في هذه الحالة اختلف فقهاء القانون الدولي. هناك من يقول أن بمجرد قيام انقلاب عسكري أو ثورة ضد رئيس الدولة فإنه تسقط الحصانات. وهناك رأي آخر لكنه هو الأرجح، يقول أنه لا يمكن أن نزيح أو أن نلغي هذه الحصانات بمجرد وقوع الثورة أو الانقلاب، لربما فشلت الثورة وفشل الانقلاب وعاد هذا الرئيس إلى منصبه من جديد. فبالتالي من الناحية المبدئية في مثل هذه الحالات، فإن الدولة المستقبلة تحافظ على الحصانات وامتيازات رئيس الدولة، لكن في هذه الحالة نكون أمام معاملة موقف سياسي من هذا الرئيس، وفي إطار معاملة أو مجاملة دبلوماسية لهذا الرئيس، ولا نكون أمام مبدأ قانوني محض. بمعنى أنه حينما تقدم الدولة المستقبلة أو تحافظ على حصانات وامتيازات الرئيس الزائر، فإنها تقوم بذلك من باب المجاملة الدبلوماسية أو من باب التعبير عن سلوك سياسي مدعم ومؤيد لهذا الرئيس. نموذج ذلك استضافة دولة قطر للرئيس الموريتاني معاوية ولد الضيع بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح به بتاريخ 2005، حيث احتفظت دولة قطر خلال مدة زمنية معينة بحصانات وامتيازات الرئيس الموريتاني المخلوع، إلى أن ثبت أن الحكومة الجديدة قد استتب أمرها في موريتانيا ولم يعد هناك أي أمل في العودة إلى رئاسة الدولة. لكن بعد انتهاء فترة الانتظار أدرجت إقامة الرئيس الموريتاني ضمن النظام القانوني للاجئ السياسي.
لدينا إشكالية غريبة جدا أحببت أن أذكرها لكم من قبل الإشكالية القانونية وأيضا المستملحة خلال المحاضرة. ماذا لو أن رئيس الدولة أو رئيس دولة معينة سافر إلى بلد أجنبي وقد غير اسمه ولقبه ودون أن يخطر أو يشعر السلطات الأجنبية في الدولة المضيفة، ما هو الحكم القانوني في هذه الحالة؟ تخيلوا معي أن رئيس دولة معين سافر إلى دولة معينة ولكنه غير اسمه، لم يحافظ على اسمه ولقبه باعتباره رئيس دولة، ولم يخبر هذه الدولة المستقبلة بأنه آت زائرا أو سائحا. في هذه الإشكالية أيضا اختلف فقهاء القانون الدولي، فقالوا هناك اتجاه يقول أو يرى أنه في هذه الحالة يعامل معاملة الشخص العادي الأجنبي، ويقع عليه ما يقع على المواطن أو الزائر أو السائح الأجنبي من قوانين دولة المقر أو دولة الإقليم. لكن إذا ما حدث وتم التأكد من حقيقة شخصية رئيس الدولة، فإن السلطات في هذه الحالة، سلطات الدولة المضيفة أقصد، تكون ملزمة باحترام الحصانات والامتيازات المقررة له. يعزز هذا الرأي الفقهي السواب القضائية ذات صلة، وأهم هذه الحالات المتداولة في الكثير من الأبحاث المتخصصة في هذا المجال هي سابقة السلطان جوهور. جوهور هي حاليا هي ولاية في ماليزيا حاليا. في عام 1893 رفعت فتاة إنجليزية تدعى ميس ميغيل دعوى أمام القضاء البريطاني ضد شخص يحمل اسم ألبرت بريكر لأنه أخل بوعده بالزواج منها، لكن القضاء رفض النظر في هذه الدعوى بعد أن تبين له أن ألبرت بيكر ما هو إلا اسم مستعار للسلطان جوهور أبو بكر الخليل أثناء وجوده في إنجلترا في ذاك الحين. فالجميل في هذه الحكاية أن هذا الرئيس يبدو أنه كان صادقا إلى أقصى الحدود مع نفسه، وكان أمينا مع اسمه، فغير أبو بكر ألبرت بيكر. هناك تشابه كبير جدا بين الاسمين حتى وإن تم استعارة. فإذا الحكم القانوني في هذه الحالة أنه إذا ما غير أراد رئيس دولة ما أن يغير اسمه، وتأكدت سلطات هذه الدولة من أنه رئيس دولة معينة سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا، فإنه بعد التأكد من صفته الشخصية الرسمية يجب الاحتفاظ بحسناته وامتيازاته حتى وأن يضطر لسبب ما أن يغير اسمه ويتخذ اسما مستعارا. هل تسقط الحصانة السيادية عن رئيس الدولة؟ هل تسقط الحصانة السيادية عن رئيس الدولة؟ نعم، في الغابر من الأيام والأزمان كان طبعا كانت الحصانة مطلقة ولم يكن يناقش في ذلك أي أحد سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا، لكن بعد صدور ميثاق روما وتأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 أصبح رؤساء الدولة أو رئيس الدولة غير معفي من مسؤولياته، وأصبح بالإمكان إسقاط الحصانة السيادية عن رئيس الدولة مهما على شأنه إذا ثبت تورطه في الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. فمهما كان منصبه فإنه لا يعفيه هذا المنصب من تحمل المسؤولية. والمادة التي تنص على هذا القاعدة القانونية المادة 27 وهي مادة معروفة جدا ويتم تداولها حاليا في القضية التي رفعتها عفوا المحكمة الجنائية ضد رئيس الكيان الصهيوني. هذه المادة مادة 27 من قانون روما يتم تداولها كثيرا في الإعلام حاليا، تنص على الآتي: يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب صفة رسمية. لا أصيلة، أعتذر عن المقاطعة، الآن لدينا أذان صلاة العشاء، اسمحوا لي أن أتوقف دقيقة إن شاء الله وأرجع بعد انتهاء الأذان لو سمحتم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
لا أدري من أين. اشتري إلى واحدة وبشرة المجتمع. ألو، السلام عليكم. الصوت مسموع؟ مسموع دكتورة، تفضلي. ممتاز. أعتذر، لم أستطع الاكتمال مع أذان صوت العشاء. طيب، قلنا مع ظهور نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أصبح في متناول، أصبح قانونيا إلغاء الحصانة السيادية عن رئيس الدولة وعن باقي الوزراء وجميع أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين منتخبين وموظفين حكوميين، يعني لا تعفيهم صفتهم الرسمية عن تحمل مسؤوليتهم والخضوع للقانون الدولي. من الناحية الواقعية لدينا مجموعة من النماذج، أهمها طبعا كما معروف محاكمة رئيس السودان السابق عمر البشير، لكنه لم يتم تنفيذ الحكم. صدر الحكم في حقه لكن لم يتم لحد الآن تنفيذه لاعتبارات سياسية كثيرة. محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلر في سيراليون، ومحاكمة أكبر المحاكمات على الإطلاق التي تمت في أوروبا هي محاكمة رادوفان كاراديتش أو كارازيتش، التي تعتبر من أكبر المحاكمات بعد محاكمات نورنبرغ التي جرت ضد القادة النازيين عام 1945. فهذه إجمالا أهم النماذج. وحاليا طبعا محاكمة رئيس الكيان الصهيوني، نتمنى تنفيذ هذا الحكم في أقرب وقت إن شاء الله يا رب. طيب، مجلس الوزراء، وضعت لكم جدول يبين الفروق والاختلافات بين الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسية. أرجو منكم ضبط هذا الجدول لأن الوقت لا يسمح للتطرق له لجميع العناصر المدرجة فيه. حاولت أن أضبط الفروقات والاختلافات على مستوى طبعة الحصانة، نطاق الحصانة، ميزة تطبيق، الهدف، القيد المؤطر، إمكانية التنازل عن الحصانة، مدة الحصانة، والمحاسبة القانونية. الأمر سيطول، في الشرح سيطول، لذلك أفضل الاطلاع عليه بشكل مستقل. وإذا كانت لديكم أي أسئلة بهذا الخصوص أنا مستعدة إن شاء الله للجواب عليها في آخر هذه المحاضرة. عفوا، المؤسسة الثانية المسؤولة على صناعة السياسة الخارجية، لدينا مجلس الوزراء ولدينا وزير الخارجية أو وزارة الخارجية. لدينا الشيء الكثير لتوضيحه والتطرق له، لكن سوف لن أتطرق له للأسف الشديد لضيق الوقت ولسهولة الأفكار المتناولة فيه. سأركز بشكل جلي على السلك الدبلوماسي والقنصلي. وهنا دكتور كريم، الله يرضى عليك، أريد أن أنوه بالملاحظة التالية. ورد في الكتاب الخاص بالدورة التأهيلية خطأ في الترجمة. أعتقد أنكم كتبتم diplomatic and consular services، هذه ترجمة في غير محلها. أرجو منكم وأرجو من اللجنة التنظيمية أن تصحح هذا الخطأ، لأن العبارة الصحيحة أو المصطلح الصحيح والسليم هو
باللغة الإنجليزية تحدث عفوا دبلوماتيك اند كونسولار كور، وباللغة الفرنسية لو كور دبلوماتيك اي كونسولار، ولا نقول كونسولار سيرفيسز. الكلمة المستعملة عندكم هي كونسولار سيرفيسز. أي نعم نتحدث عن الخدمات القنصلية، ولكن حينما نود ترجمة السلك الدبلوماسي فإن المصطلح المناسب هو دبلوماتيك اند كونسولار كورب وليس كونسولار دبلوماتيك اند كونسولار سيرفيسز. هذه ملاحظة أرجو إن شاء الله تصحيح هذا الخطأ قبل أن يصدر الكتاب. يعتبر السلك الدبلوماسي والقنصلي من بين أجهزة وزارة الخارجية المسؤولة بشكل مباشر عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، ويشمل يعني كل من السفارات والقنصليات والوفود الدائمة في الخارج والمكاتب التمثيلية في الخارج. يتم تنظيم البعثات أو السلك الدبلوماسي والقنصلي، يتم تنظيم البعثات بموجب اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية 61، وأيضا اتفاق فيينا للعلاقات القنصلية عام 63. رغم وجود قواعد دولية تنظم العمل الدبلوماسي والقنصلي، فإن كل دولة تحتفظ بحقها في تنظيم هذه الأجهزة بما يتوافق وقوانينها الوطنية والسياسة الخارجية. بمعنى أن لدينا قواعد قانونية عامة وشاملة تطبق على جميع الدول بشكل عام، لكن على المستوى الداخلي والوطني لدينا لكل دولة لها لائحة تنظيمية خاصة بها. فمثلا بعض الدول قد يكون لها هيكلية معينة للسلك الدبلوماسي تختلف عن غيرها من الدول فيما يتعلق بالدرجات الدبلوماسية والألقاب الدبلوماسية أو من حيث تقسيم المهام والصلاحيات. أيضا قد نجد أن الرواتب والامتيازات قد تختلف من دولة أخرى حسب القوة الاقتصادية لهذه الدولة. من جهة أخرى قد نجد أن دورات وبرامج التأهيل والتدريب تختلف من دولة أيضا لدولة أخرى. فإذا أخذنا نموذج الولايات المتحدة الأمريكية وطلعنا على مكونات السلك الدبلوماسي وطلعنا على نوعية البرامج التدريبية والتأهيلية سواء للدبلوماسيين الجدد أو للدبلوماسيين الذين سبق لهم يعني الدبلوماسي المتمرسين والمهنيين، فسنجد اختلافات كبيرة بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة خارجية دولة في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أو حتى في الدول العربية. وهذا مرتبط بشكل كبير بالقوة الدبلوماسية لدولة دون أخرى. ما المقصود بالبعثة الدبلوماسية؟ حينما نقول بعثة دبلوماسية ماذا نقصد منها؟ ايضا في هذا الاطار احب التمييز او اود عفوا التمييز بين عدد من المصطلحات او التعبيرات التي يتم تداولها بشكل خاطئ. ايضا فعاده ما يتم الخلط بين البعثه الدبلوماسيه والوفد الدبلوماسي، فما هو الفرق بينهما؟ حينما نقول البعثه الدبلوماسيه فهي هيئه رسميه تباشر عمليه التمثيل الدبلوماسي معتمدة من قبل دولة معينة لتمثيلها في دولة أجنبية أو لتمثيلها لدى منظمة دولية، تكون تحت رئاسة أو قيادة رئيس البعثة الذي يعرف بالسفير. تتجلى مهامها في الوظائف الستة التي حددتها اتفاقية فيينا والتي سنراها لاحقا. تمارس عملها في إطار مقرات ثابتة ومخصصة للعمل الدبلوماسي يطلق عليها مقر البعثة الدبلوماسية أو السفارة. تتميز بخاصية الدوام والثبات والاستمرارية باعتبارها بعثة دائمة تمثل دولتها في الخارج. نموذج ذلك حين نقول مثلا البعثة المغربية، البعثة الدبلوماسية المغربية في فرنسا، البعثة الدبلوماسية المصرية في السعودية، البعثة الدبلوماسية القطرية في لندن على سبيل المثال. بالنسبة للوفد الدبلوماسي عبارة عن مجموعة من الدبلوماسيين، قد يكونوا دبلوماسيين من حيث التخصص والمهنة، وقد يكونوا مسؤولين حكوميين، يعني ليس بالضرورة دبلوماسيين تابعين لوزارة الخارجية. ماذا؟ نعم، يتم إرسالهم لمهمة محددة ومؤقتة. تكون وظيفة الوفد الدبلوماسي محددة بالمهمة التي أرسلوا من أجلها،
سواء كانت هذه المهمة عبارة عن تفاوض أو مشاركة في اجتماع دولي أو التباحث حول اتفاقية معينة، سواء كانت اتفاقية اقتصادية أو تجارية أو عسكرية إلى غيرها من الاتفاقيات التي تهم الدولة وسيادة الدولة. لكن المدة التي محددة للوفد الدبلوماسي محددة بزمن أداء المهمة، بمعنى بمجرد أن يؤدي هذا الوفد الدبلوماسي مهمته تنقضي كينونته. تختلف أيضا، يختلف الوفد الدبلوماسي عن البعثة الدبلوماسية في كونها لا تتوفر على مقر أو يعني مقر أو بناية قارة وثابتة كما هو الشأن بالنسبة لمقر البعثة الدبلوماسية، وإنما يتم إرسال الوفود الدبلوماسي إلى أماكن محددة حسب نوعية المهمة. نموذج ذلك أن الوفد الدبلوماسي السعودي في مفوضة السلام اليمنية عام 2019، وحاليا خلال أزمة أو إبادة شعبنا في غزة الأبية نسمع كثيرا تداول مصطلح أو عبارة الوفد الدبلوماسي القطري والوفد الدبلوماسي المصري بخصوص المفاوضات حول إطلاق النار في غزة الأبية لهذا العام والأعوام الفاتت أيضا. فلذلك حينما نقول بعثة دبلوماسية لها خصائصها ولها مهامها وصلاحيتها، وحينما نقول وفد الدبلوماسي أيضا له خصائصه ومميزاته، فلا يجب الخلط بين المصطلحين. هذه نتحدث عن مصطلحات وليس مفاهيم في هذه الحالة. أيضا هناك ما يسمى بالمكاتب التمثيلية في الخارج، هي مكاتب تمثل جهات معينة من الدولة مثل الوزارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة، تقوم بمهمات محددة في بلد معين. هذه المكاتب قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة، نموذج ذلك المكتب التجاري المصري في الصين، المكتب الثقافي السعودي في فرنسا، المكتب السياحي المغربي في إسبانيا، المكتب الإعلامي القطري في لندن. فأرجو من الأساتذة الأفاضل أن يضبطوا هذه الفروقات جيدا حتى لا نخلط بينها. حتى في العديد من المداخلات في الإعلام نلاحظ هذا الخلط بين البعثة وبين الوفد وحتى بين المكتب التمثيلي، فأرجو ضبط وتدقيق هذه المصطلحات. حق التمثيل الدبلوماسي، ماذا نقصد بحق التمثيل الدبلوماسي؟ حينما نقول التمثيل الدبلوماسي فنتعامل معه على أساس أنه حق من حقوق الدولة، حق من حقوق الدولة، وهذا الحق يتخذ وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. الوجه الإيجابي هو حينما ترسل الدولة ممثلين دائمين لدى دولة أخرى، والوجه السلبي هو حينما تستقبل ممثلين دائمين من طرف الدول الأخرى. يثبت هذا الحق، حق التمثيل الدبلوماسي الدولة، بسبب مبدأ السيادة والاستقلال السياسي الذي هي خاصية متساوية بين جميع الدول. لكن حينما نقول حق التمثيل الدبلوماسي فإنه يجب التأكيد على أنه حق اختياري وليس إلزامي، بمعنى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية قد أكدت في الاتفاقية على أنه من حق الدولة أن تختار وتقرر إبرام أو إجراء علاقات دبلوماسية أو لا تجريها، من حقها أن تستقبل بعثة دبلوماسية أو لا تستقبلها، فهذا حق اختياري وليس إلزامي. الاتفاقية تنص على أنه تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل بين الدولتين، فلا يمكن لدولة ألف أن تفرض رغبتها في ربط علاقات دبلوماسية على دولة ب في الوقت الذي تكون فيه الدولة ب غير راضية على هذه على التمثيل الدبلوماسي. ثم إن التمثيل الدبلوماسي مرتبط أساسا بمبدأ الاعتراف بالدولة القائمة والحكومة الجديدة، وحينما تحدثوا عن الاعتراف في القانون الدولي العام نميز دائما بين الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة.
الاعتراف بالدولة بمعنى تكون إما دولة مستقلة عن قوى استعمارية معينة، فتظهر دولة جديدة في الوجود، أو عبارة عن حركة انفصالية تؤسس دولة في الوجود فتكون دولة جديدة في المنظومة الدولية. هنا نتحدث عن الاعتراف بهذه الدولة. أما الحديث عن الاعتراف بالحكومة فنقصد به نفس الدولة، ولكن النظام السياسي أو الحكومة التي تمثل نظام سياسي معين. فماذا يحدث على مستوى الحكومة؟ كما ذكرت سابقا، أحيانا في العديد من الدول إما أنه تثار ثورات داخل الشعبية داخل ضد نظام سياسي معين، فيسقط هذا النظام السياسي ويحل محله نظام جديد وحكومة جديدة. وفي هذه الحالة تكون الحكومة الجديدة مطالبة بالاعتراف بها من قبل الدول المنتظمة الدولي. فإذا تم الاعتراف بالحكومة الجديدة يكون تقام العلاقات الدبلوماسية من جديد، يعني ضروري من الضروري جدا في العلاقات الدبلوماسية تجديد الاعتراف. هذا التجديد يكون قد يكون زمنيا بمجرد تجديد العلاقة الدبلوماسية، وقد يكون رسميا صريحا، وله أشكال عديدة مختلفة. يعني القانون الدولي العام لم يحدد طريقة وشكل معين في الاعتراف بالدولة الجديدة أو الحكومة الجديدة. بالنسبة لدول مستعمرة أو ناقصة السيادة، فإنه لا يحق لها اعتماد بعثة دبلوماسية باسمها في الخارج، لكن يحق لها استقبال البعثات الدبلوماسية إلى حين حصولها على الاستقلال. ننتقل إلى دراسة أنواع رؤساء البعثات الدبلوماسية. دائما هذه العبارات والمصطلحات مستمدة كما هي من اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية. أنواع رؤساء البعثات الدبلوماسية، نميز بين رئيس البعثة الدبلوماسية بين أعضاء البعثة الدبلوماسية. فيما يتعلق برؤساء البعثة الدبلوماسية، تميز الاتفاقية بين طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة. هذه الطبقة يتم اعتمادهم شخصيا من طرف رئيس الدولة التي يمثلونها، وتوجه أوراق اعتمادهم إلى رئيس الدولة المعتمدين لديها. يعتبر السفير أعلى درجة في ترتيبية المبعوثين الدبلوماسيين، له حق الأسبقية على رؤساء البعثات الأخرى خلال المراسم البروتوكولات. يطلق على البعثة التي يقودها أو يرأسها السفير اسم السفارة، وهي أعلى مرتبة في سلم البعثة الدبلوماسية. يلي هذه الطبقة طبقة المبعوثين والوزراء ووزراء البابا المفوضين. هذه العبارة مستعدة اتفاقية، لكن عموما في اللفظ المصطلح المتداول هو الوزير المفوض. إذا سمعتم مصطلح الوزير المفوض فلا تعتقدوا أن الأمر يرتبط بوزير من وزراء الحكومة، إنما هذا مصطلح معتمد له خصوصيته، ويأتي في المرتبة الثانية بعد السفير في البعثة الدبلوماسية. يتم اعتماده أيضا من طرف رئيس الدولة، ويتم استقباله أيضا من طرف رئيس الدولة المعتمد لديها. تأتي مرتبته تالية لمرتبة السفير، وتسمى البعثة التي يرأسها الوزير المفوض بالمفوضية. ولذلك نسمع كثيرا المفوضية، فلا نعلم هل الأمر متعلق بالسفارة أم المفوضية. إذا سمعتم مصطلح المفوضية في الإعلام فاعلموا أن الأمر يتعلق بمن يرأس هذه البعثة. إذا ترأسها السفير فتسمى السفارة، أما إذا ترأسها الوزير المفوض فتسمى لذلك مفوضية. الطبقة الثالثة، استغفر الله العظيم، الإقامة. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، سبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي القيوم. الطبقة الثالثة في أنواع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدينا طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارة الخارجية. هؤلاء يعتبرون مبعوثين من قبل وزير الخارجية. ركزوا معي، بالنسبة لطبقة القائمين بالأعمال، فدائما نسمع القائم بالأعمال في السفارة.
هذه الطبقة من رؤساء البعثات الدبلوماسية يتم تعيينهم من طرف وزير الخارجية وليس من طرف رئيس الدولة، ويتم استقباله أو من طرف وزير خارجية الدولة المعتمد لديها وليس من طرف رئيس الدولة. لا يحق له الاتصال برئيس الدولة كما هو شائع بالنسبة للسفير وبالنسبة للوزير المفوض. تسمى البعثة التي ترأسها أيضا قد تكون سفارة وقد تكون أيضا مفوضية. عادة ما يتم تعيين قائم الأعمال عوض السفير أو وزير مفوض بسبب إما توتر العلاقات السياسية بين دولتين فيتم تقليص درجة التمثيل الدبلوماسي كورقة ضغط، أو كدلالة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطعها، أو بسبب قلة الكوادر والكفاءات الدبلوماسية لكي تحل من أجل خلق منصب السفير أو الوزير المفوض، فتلجأ الدول الضعيفة اقتصاديا ودبلوماسيا إلى خلق منصب القائم بالأعمال. فإذا ركزتم معي دائما في الأخبار وفي الإعلام ستلاحظون أن حين تكون هناك أزمة سياسية بين دولة وأخرى سيتم تداول مصطلح القائم بالأعمال بشكل كبير، سحب السفير وحل محله القائم بالأعمال. وهنا يجب التمييز بين القائم بالأعمال أصيل وبين القائم بالأعمال بالنيابة، بمعنى القائم بالأعمال أصيل هو الذي يتقلد منصب رئيس البعثة، أما قائم بأعمال السفارة بالنيابة فيكون هو من أساس موظفا داخل السفارة ويحل محل السفير بسبب غيابه أو مرضه أو نقله، وتكون ويكون يعني منصبه مؤقتا فقط، يعني إلى حين تعويض السفير الغائب بسفير آخر. نقف الآن على أنواع أعضاء البعثة الدبلوماسية. لدينا مجموعة من الأعضاء الذين يساعدون رئيس الدولة في أداء مهامه. أهم هؤلاء الأعضاء لدينا مستشار، ويكون المستشار الأول والمستشار الثاني، يأتي في المرتبة الثانية بعد رئيس البعثة. بعد رئيس البعثة يعتبر مساعده الأول في حضوره ونائبه الأول خلال غيابه، وهو الذي يصير قائما بالأعمال أصيل بعد غياب رئيس البعثة. تتجلى أهم صلاحياته في إعداد التقارير والتنسيق بين أعمال جميع أقسام مديرية السفارة، إلى جانب تقديم وجهات نظره ومشورته في جميع الأمور والقضايا التي تهم البعثة الدبلوماسية السفارة. إلى جانب مستشار لدينا ثلاث مراتب من السكرتارية، فهنا سكرتير رقم واحد، سكرتير ثاني، وسكرتير ثالث. سوف لن أقف إلى عفوا على مهامهم ومصلحياتهم، ولكن سأنتقل مباشرة إلى الملحق الدبلوماسي، موضوع الدورة التأهيلية. يعني كل هذه الدورة التأهيلية من بداية 15 شهر إلى غاية 15 أكتوبر تتمحور حول الملحق الدبلوماسي. طيب، من هو الملحق الدبلوماسي أو ما هو الملحق الدبلوماسي؟ ما مقصود بالملحق؟ وعبارة عن موظفين دبلوماسيين متخصصين في مجالات معينة، يعني ليس بالضرورة أن يكون مجال تخصصهم الدبلوماسية أو مجال تخصصهم العلاقات الدولية، فهم في الأساس ينتدبون من وزارات مختلفة، قد يتم انتدابهم عفواً من داخل الدولة بصورة مؤقتة، إما من وزارة الإعلام أو وزارة الصحة أو وزارة التجارة أو وزارة العدل، بمعنى ليس من وزارة الخارجية تحديدا. خلال عملهم بالسفارة يقومون بإطلاع رئيس البعثة اللي هو السفير أو الوزير المفوض أو القائم بالأعمال على جميع نشاطاتهم التي يقومون بها. مثلا نجد نماذج كثيرة بالنسبة للملحق الدبلوماسي، قد نجد الملحق التجاري، الملحق الثقافي، الملحق الصحفي والإعلامي والطبي والأمني إلى آخره. هناك فكرة أساسية يجب أن نركز عليها لم أذكرها في هذه الخطاب، أن الملحق الدبلوماسي يختلف من دولة إلى أخرى حسب ماذا؟ حسب احتياجات الدولة وحسب متطلباتها. فقد تجد دولة مثلا
لديها العديد من الملاحق الدبلوماسية مثل ما ذكرتها الآن، وقد تجد دولة أخرى لديها ملاحق بسيطة جدا، الملحق الثقافي والملحق العسكري. هذا الملحق العسكري ثابت في جميع السفارات لأن له وضع خاص سأتناوله بشكل مستقل. قد تجد مثلا الدولة لها ملحق لا يوجد عند باقي الدول، مثلا هنا في قطر نجد أن السفارة البعثات الدبلوماسية القطرية دائما العديد منها فيها ملحق طبي. هذا الملحق الطبي لا نجده في البعثات الدبلوماسية المغربية ولا المصرية ولا السودانية ولا غير البعثات الأخرى. لماذا؟ لأن دولة قطر خاصة مثلا في بريطانيا وفي أمريكا تحرص كثيرا على هذا التعاون في مجال الصحة وكل ما له علاقة بالتطور الطبي وتطور شؤون الصحة، من سواء من أبحاث أو من كل ما له علاقة بالمجال الطبي والصحي. إلى جانب هذا الاعتبار، العديد من المواطنين يتشافون خارج البلد، سواء في بريطانيا، أكثر شيء في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. فمن هذا المنطلق، من منطلق حماية ورعاية المواطن القطري، توفر لهم ملحق طبي يحرص على حماية ورعاية المواطنين القطريين في بريطانيا مثلا أو في أمريكا. نجد أيضا مثلا إذا أخذنا مثال المملكة المغربية، سنجد لديها ملاحق عديدة على مستوى الملحق الأمني، الملحق العسكري، ملحق دعونا نتحدث الملحق الأمني. لماذا؟ لأن العلاقات المغربية مع فرنسا وإسبانيا يحددها الجانب الأمني بشكل كبير جدا، سواء على مستوى التحديات الأمنية بين البلدين أو على مستوى التهريب الذي يعاني منه البلدين، على مستوى الهجرة، على مستوى الإرهاب، على مستوى العديد من الأمور التي يعاني منها البلدين. فلذلك نجد الملحق الأمني ملحق ضروري في البعثة الدبلوماسية المغربية في علاقته مع دول الجوار. نأتي الآن إلى الملحق العسكري. بالنسبة للملحق العسكري، قد يكون ثابتا لدى جميع البعثات الدبلوماسية في الدول الأجنبية. يتمتع بمكانة خاصة لأنه رغم أنه ملحق بالبعثة الدبلوماسية ويشتغل تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية، إلا أنه يمكن الاتصال بوزارته الأصيلة اللي هي وزارة الدفاع مباشرة دون المرور برئيس البعثة الدبلوماسية أو بوزير الخارجية. لماذا؟ بهدف التكتم على الاتصالات والأسرار العسكرية التي عادة ما تتم بين الملحق العسكري والدولة ووزارة الدفاع الدولة المعتمد لديها. ورغم تمتعه الملحق العسكري بالصفة الدبلوماسية، إلا أن عملهم أقرب إلى الاستخبارات الخارجية منها إلى العمل الدبلوماسي. ولذلك خصصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 61 مادة خاصة بالملحق العسكري دونا عن الملاحق الدبلوماسية الأخرى، ولذلك خصصت له فقرة يعني خاصة تؤكد في المادة السابعة على ضرورة موافاة أسماء الملحق العسكري إلى الدولة المعتمد لديها لكي تتأكد من الموافقة على تعيينهم نظرا لدقة مهمة الملحق العسكري وحساسيته البالغة. تنص المادة كالتالي على التالي: مع مراعاة نصوص المادة 8 9 11، للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها، يعني طاقم البعثة الدبلوماسية. الدولة حرة في تعيين من تشاء وكما تشاء، لكن بالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين فللدولة المعتمدة لديها عفوا أن توجب إبلاغها أسماءهم كي تنظر في قبول تعيينهم. لماذا؟ قلنا نظرا لحساسية هذا الملحق العسكري، ولأن عمله في البعثة الدبلوماسية هو أقرب إلى الاستخبارات الخارجية منه إلى العمل الدبلوماسي. طبعا إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية لدينا الطاقم الإداري والفني، طاقم مستخدمي البعثة والخدم الخاص في الأمطرة في هذه
النقطة، وسأحاول أن أطرح بعض الأسئلة، أو أنه لا داعي لطرح الأسئلة، أعتذر منكم، تبقى لدينا نصف ساعة، لن أستطيع، يبدو أن لن أكمل المحاضرة، أو يبدو أنني سأرجئها إلى المحاضرة المقبلة، بعض منها. ننتقل الآن إلى وظائف البعثة الدبلوماسية. تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية حسب المادة الثالثة من اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 61 ست وظائف أساسية. الوظيفة الأولى هي تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لديها. في إطار التمثيل الدبلوماسي، أو في إطار هذه الوظيفة، اعتمدت على كتاب المفكر الأمريكي هانس مورجنتاو، قال كلاما جدا دقيق، ووصف عملية التمثيل الدبلوماسي، أعطاها 3 أبعاد رئيسية: البعد الرمزي، والبعد القانوني، والبعد السياسي. أهم ما يميز البعد الرمزي هو حينما تحدث أن التمثيل الدبلوماسي ليس فقط عبارة عن تمثيل سياسي وقانوني، وإنما هو أيضا رمزي، يرمز إلى ثقافة البلد، إلى ثقافة الدولة، إلى قيمها، إلى عاداتها. يبدو ذلك واضحا من خلال ماذا؟ من خلال ما أسماه الولائم الباذخة التي يقوم بها، أو التي يقدمها رئيس البعثة للدبلوماسيين الزملاء من دول أخرى، الأجنبية الأخرى، أو بالنسبة للمسؤولين الحكوميين داخل الدولة المرسل إليها. فهو حينما يقوم بمثل هذه الولائم والمأدبات، فإنه لا يقدمها باعتباره الشخصي، بصفته الشخصي، ولكن لأنه يمثل بلده وثقافة بلده، خاصة في مجال الطبخ. وفي هذه النقطة الجزئية تحديدا ظهرت ما يسمى دبلوماسية الطبخ، أو دبلوماسية الأكل، بالإنجليزية تسمى جاسترو دبلوماسي أو فود دبلوماسي. هناك دول في المنتظم الدولي تتميز بهذه الدبلوماسية، على رأسها فرنسا طبعا، والصين واليابان إلى حد ما. في العالم العربي الذي يتصدر الصدارة، أو يحتل الصدارة في مجال الدبلوماسية الطبخية، المملكة المغربية كما يعرف الجميع. طيب، لن أقف عند كل هذه الشروحات، ولكن سأنتقل إلى الوظيفة الثانية. ويهمني جدا أن نميز في الوظيفة الثانية المتعلقة بحماية مصالح الدولة، أن نميز بين مصطلح الحماية الدبلوماسية والرعاية الدبلوماسية. هناك خلط كبير جدا، يجب تدقيق هذا الخلط وعدم الوقوع في استعماله بشكل اعتباطي. حينما نقول حماية مصالح الدولة أو الحماية الدبلوماسية، فإننا نقصد بها هذا الحق الذي تمتلكه الدولة لحماية مواطنيها في الخارج إذا تعرضوا لانتهاك حقوقهم من قبل دولة أخرى. فتقوم الدولة، يعني الدولة المعنية، الدولة ألف، بممارسة الحماية الدبلوماسية من خلال تقديم الدعم والمساعدة لمواطنيها. وهذه الحماية الدبلوماسية تؤطرها المادة الثانية من الاتفاقية في إطار وظائف البعثة الدبلوماسية التي نحن بصددها الآن. لكن الرعاية الدبلوماسية، أرجو أن تركزوا معي جيدا في هذه النقطة. الرعاية الدبلوماسية تسمى أيضا الحماية الدبلوماسية المفوضة، وقد كتبتها بألوان مختلفة حتى نركز أو ندقق الفرق. الفرق إذن، الرعاية الدبلوماسية أو الحماية الدبلوماسية المفوضة تتعلق بتمثيل ورعاية مصالح دولة أخرى، وتكون الرعاية الدبلوماسية بين 3 دول، دول عوض دولتان، كما في حالة الحماية الدبلوماسية، شرط الاتفاق بين هذه الدول 3. أعطيكم مثال: إذا لم يكن لدولة ألف سفارة أو قنصلية في دولة باء، فإن دولة جيم، يعني الدولة الثالثة التي لديها تمثيل في دولة باء، يمكنها أن تتولى رعاية مصالح دولة ألف ومواطنيها هناك. هل الفكرة واضحة؟ تبدو مبهمة إلى حد كبير. طيب، الحماية الدبلوماسية تؤطرها المادة الثانية من اتفاقية فيينا، لكن الرعاية الدبلوماسية تؤطرها المادة 45 من اتفاقية فيينا. تنص المادة 45 على أنه يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد
بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها أو المعتمدة لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمدة لديها. أعطيكم نموذج حتى تتضح الفكرة. خلال أزمة الخليج الثانية، قام الرئيس صدام حسين بقطع علاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية. في هذا السياق، حلت دولة الهند محل الجمهورية المصرية في رعاية مصالحها في العراق، حيث عملت الهند كدولة راعية للمصالح المصرية في دولة العراق. أيضا مثال ثاني، خلال الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وقد كثرت هذه الرعاية الدبلوماسية بشكل كبير خلال هذه الفترة، كانت سويسرا خلال أواخر الستينيات كانت الدولة القائمة برعاية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وغواتيمالا في كوبا. نحن نعلم أن كوبا تتبنى لحد الآن النهج الاشتراكي، وسويسرا كانت الدولة الراعية لحماية المصالح المواطنين الأمريكيين في كل من ال عفوا كانت سويسرا هي المكلفة برعاية المصالح الأمريكية والأرجنتينية وغواتيمالا في كوبا. فسوف لا أطيل في هذا الشرح، أدركنا الوقت. فإذا يجب دائما في إطار العمل المصطلحات الدبلوماسية نفرق بين الحماية الدبلوماسية والرعاية الدبلوماسية، وأن لا نخلط بينهما لأن الفرق كبير جدا. الوظيفة الثالثة هي التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لديها. الوظيفة الرابعة هي التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمدة لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة. سأركز على هذه الوظيفة الرابعة. تنص الاتفاقية على التعرف بكل الوسائل المشروعة. طبعاً الحديث عن الوسائل المشروعة في ظل النظام الدولي الجديد وفي ظل التطور التقني والتكنولوجي يطرح إشكاليات أمنية وقانونية كثيرة جدا. ذلك أن مهمة الاطلاع ومتابعة الأحداث المستجدات بالطرق القانونية المشروعة، أي نعم، تعتبر من أهم واجبات المبعوث الدبلوماسي بأكثرها دقة. فهو مطالب بحكم وظيفته ومهمته الدبلوماسية بالاطلاع على جميع مجريات الأمور في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الدولة الاقتصادية والأمنية والعسكرية. لكن في الوقت الذي تؤكد فيه اتفاقية على استعمال وسائل مشروعة من أجل التعرف على ظروف وتطور الأحداث، فإن هذه الوظيفة تحديداً تقع في إشكالية الجوسسة والاستخبارات. هذه إشكالية عبر عليها أيضا هانس مورجنتاو في كتابه سياسات عبر الأمم، الصراع من أجل القوة والسلام. قال بصريح العبارة، واسمحوا لي أن أقرأ مقولته بهذا الشأن: عندما تود دولة تقدير القوة الفعلية والمحتملة لدولة أخرى، فإن مهمة البعثة الدبلوماسية التي تمثلها في تلك الدولة تتخذ شكل المهمة التي تقوم بها منظمة رفيعة من منظمات التجسس. فهناك عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة ينتدبون للعمل في مختلف البعثات الدبلوماسية، حيث يعمل الملحقون العسكريون والجويون والبحريون بكل ما يتوفر لهم من سبل ووسائل في جمع المعلومات اللازمة عن التسلح الفعلي والمتوقع، وعن الأسلحة الجديدة والطاقات العسكرية، والتنظيم والتخطيط والتدريب في البلاد التي يمثلون حكومتهم لديها، إلى جانب طبعا الاستخبارات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والأمور الأمنية الأخرى. إذا الحديث عن الوسائل المشروعة في الاتفاقية تحيلنا مباشرة إلى الحديث عن إشكالية الجوسسة والاستخبارات،
وهذا ما يرجعنا إلى الفكرة السابقة حول حساسية الملحق العسكري في البعثات الدبلوماسية. خامسا، تهيئة الوظيفة الخامسة أقصد، تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة عليها، وتتم هذه التهيئة طبعا عبر التواصل الفعال وبناء الثقة بين البعثة والمسؤولين لدى الرسميين لدى الدولة المستقبلة، وأيضا مكونات والفاعلين في المجتمع المدني، التفاوض، تنظيم الفعاليات الثقافية، تعزيز التعاون الاقتصادي، تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، تعزيز الحوار المستمر إلى غير ذلك من الآليات التي تساعد على تدعيم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول. سادسا، لا يفسر أي نص. نحن دائما في إطار وظائف البعثة الدبلوماسية المنصوصة عليها في المادة الثانية من اتفاقية فيينا. الوظيفة السادسة، لا يفسر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية. نفهم من هذه الفقرة أن البعثة الدبلوماسية بإمكانها مباشرة العمل القنصلي، وهذا هو موضوع إن شاء الله المحاضرة المقبلة يوم الأحد، حول علاقة التقاطع والتكامل بين العمل القنصلي الدبلوماسي والعمل القنصلي. لا داعي للتركيز عليها في هذه المحاضرة، سنتولاه لاحقا إن شاء الله. و skip questions، لا داعي لطرح الأسئلة، الوقت لا يسمح. المحور الرابع، حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية. رغم توالي العصور والأزمان وتغير الحضارات والثقافات، كما رأينا بأن مفهوم الدبلوماسية تغير دلالته ومعانيه عبر الأزمان والأمكنة، لكن الحصانات والامتيازات رغم هذا التغير من زمن لزمن ومن بلد لبلد، ظلت الحصانات والامتيازات تحافظ على قيمتها وميزتها ومعناها لحد الآن، من غابر العصور لحد الآن. فأن يتمتع الدبلوماسي بمجموعة الحصانات والامتيازات، هذا لا يعني أنه معفى من احترام القوانين وتشريعات الدولة المعتمدة لديها أو عدم الالتزام بها، وإنما يقصد بهذه الحصانات تحديداً عدم خضوعه للولاية القضائية لمحاكم الدولة الموفد إليها، وهو ما أكدت عليه المادة 41 من اتفاقية فيينا. فما هو المقصود بالحصانات؟ وما هو الفرق بينها وبين الامتيازات؟ الحصانة الدبلوماسية، الحصانة بشكل عام سواء كانت حصانة داخل الوطن أو حصانة خارج الوطن، يعني المقصود منها ذلك الامتياز الذي يقرره القانون الدولي العام أو القانون الوطني الداخلي، الذي يؤدي إلى إعفاء المتمتع به من عبء أو تكليف، من عبء عفوا أو تكليف يفرضه القانون على جميع الأشخاص الذين يوجدون على إقليم الدولة، أو يعطيه ميزة عدم الخضوع لاختصاص سلطة عامة في هذه الدولة، خاصة السلطة القضائية أو بعض أوجه مظاهرها. نفس المفهوم ينطبق على الحصانة الدبلوماسية. أورد معجم القانون المعنى أو تعريف الحصانة الدبلوماسية كالتالي: هو امتياز يقرره القانون الدولي العام لأعضاء البعثات الدبلوماسية ولبعض الأشخاص الذين يعملون بها، وكذلك لدور هذه البعثات، يؤدي إلى إعفاء هؤلاء وهذه الدور من الخضوع إلى اختصاص القضاء المحلي يعني الوطني، ومن تطبيق القانون الوطني، كما يمتد هذا الامتياز بموجب اتفاقيات دولية ليشمل بعض الأشخاص الذين يؤدون دوراً على صعيد الحياة الدولية، مثل الموظفين الدوليين وممثلي الدول الدائمين أو المؤقتين لدى المنظمات الدولية ومقر هذه المنظمات. حينما نتحدث عن الحصانة الدبلوماسية، فإننا نتحدث عن جانبين من هذه الحصانة. الجانب الأول أنه حق يمنح للمبعوث الدبلوماسي أو سفارته ليحول دون ممارسة الدولة المضيفة أي اعتداء عليه، وهو ما يطلق عليه بالحق السلبي، بمعنى لا يمكن إلحاق أي أذى أو أي ضرر بالمبعوث الدبلوماسي. يقوم على امتناع الدولة، يعني هذا الحق يقوم على امتناع الدولة
الموفد إليها بسلطتها القضائية والمالية عن المساس بمبعوث الدبلوماسي. الوجه الآخر وهو الوجه الإيجابي يتمثل في ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً على من طال المبعوثين الدبلوماسيين وهو ما يعرف بالحق الإيجابي، بمعنى أن الدولة المستقبلة مطالبة بحماية الشخص الدبلوماسية وضمان سلامته وأمانه وعدم إلحاق الأذى به، وهنا تسمى يعني الحق الإيجابي، هناك تحرك، هناك إجراء إيجابي لصالح المبعوث الدبلوماسي. ما هو الفرق؟ أيضا هنا أود في التمييز أيضا من الأخطاء الشائعة أنه دائما نخلط بين الحصانات والامتيازات، رغم أن الحصانات لها معنى والامتياز لها معنى آخر. الحصانات هي تلك الامتيازات الأساسية التي اكتسبت حكم القانون بحيث تلتزم الدولة باحترامها. الحصانة هي تلك الامتيازات الأساسية التي اكتسبت حكم القانون بحيث تلتزم الدولة باحترامها، بمعنى بمفهوم المخالفة، إذا تم الإخلال بهذه الامتيازات الأساسية فإن هذا يعتبر إخلالا بقواعد القانون الدولي، والإخلال بقواعد القانون الدولي تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة التي أخلت بهذه القواعد القانونية. نموذج ذلك حينما نتحدث عن حصانات ونتحدث عن حصانة ذات المبعوث الدبلوماسي، بمعنى شخصه ذاته شخصه، نتحدث أيضا عن حرمة مقر البعثة الدبلوماسية وحرمة مسكن الرئيس البعثة إلى جانب الحصر القضائي بجميع أنواعها. لكن حينما نتحدث عن الامتيازات فإن هذا الأمر لا يعتبر مبدأ ثابتا من مبادئ القانون الدولي العام، إنما مرجعه إما العرف أو المجاملة أو أساليب معينة في التعامل جرت العادة على أن تراعيها الدول تعزيزا لعلاقات الود وحسن التعامل فيما بينها على أساس قاعدة المعاملة بالمثل وليس على أساس أنها قاعدة قانونية يجب الالتزام بها. لذلك فإن الامتيازات في هذه الحالة لا ترقى إلى كونها التزاما قانونيا دوليا ولا تترتب عليه المسؤولية الدولية في حال الإخلال بها. نموذج ذلك الإعفاء من الضرائب والإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من المجاملات المالية التي تقدم للمبعوث الدبلوماسي. ما هي أنواع الحصانة الدبلوماسية؟ لدينا أنواع كثيرة، أهمها الحصانة الشخصية. وهذه الحصانة الشخصية هي الحصانة المركزية المحورية التي تتفرع عنها باقي الحصانات الأخرى، بما في ذلك حصانة المقر البعثة وحصانة مسكن السفير وحصانة الحصانة القضائية سواء الحصانة الجنائية أو الحصانة المدنية القضائية عفوا المدنية والإدارية. المادة 29 تنص على التالي: ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة، فلا يجوز عفوا غير لا إله إلا راحت على كل حال مغطاة، لأن الفقرة مغطاة بالفيديو. على كل حال نركز على العبارة التالية بأن ذات المبعوث الدبلوماسي مصون. يفهم من هذه الفقرة أو من هذه المادة أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة مطلقة فلا يجوز مسه أو التعرض له بأي أذى، ولا يجوز محاكمته، ولا يجوز إلقاء القبض عليه، ولا يجوز احتجازه، إلى غير ذلك من الأمور التي تسيء إلى شخصه وإلى هيبته، لأن المس بشخص رئيس البعثة أو شخص دبلوماسي هو يعتبر مسا غير مباشر بالدولة. لماذا؟ لأن هذا الدبلوماسي يمثل دولته ولا يمثل شخصه، فبالتالي أي مساس بالمبعوث الدبلوماسي يعتبر مساسا مباشرا بالدولة، فبالتالي الحصانة الشخصية تعتبر حصانة مطلقة. طرحت هذا السؤال وأجبت عنه قبلا، هل الحصانة الشخصية مع الدبلوماسية مطلقة أم نسبية؟ نعم، إذا كان هناك حالات، الآن نتحدث عن 3 حالات أو حالتين، نتحدث عن حالتين فيما يتعلق بشخص المبعوث الدبلوماسي. إذا كان المبعوث الدبلوماسي
خالصا، آسف على هذا التعبير، يعني ينتمي إلى دولته أو يحمل جنسية دولته بشكل مطلق. يعني هذا المبعوث المسيح يتمتع فقط بجنسية الدولة ألف. في هذه الحالة الحصانة، حصانة الشخص تعتبر حصانة مطلقة. لكن إذا كان هذا الشخص المبعوث الدبلوماسي يحمل جنسية أخرى، بلد آخر، يحمل جنسية البلد دولة ألف، ويحمل أيضا جنسية دولة باء التي يمثل دولته فيها، في هذه الحالة فإنه لا يتمتع بالحصانة المطلقة، وإنما يتمتع بحصانة نسبية فقط. كذلك إذا كان المبعوث الدبلوماسي يحمل جنسية دولته الأصلية ولكنه مقيم إقامة دائمة في دولة باء، أيضا في هذه الحالة حتى وإن كان لا يحمل جنسية دولة باء فإنه لا يتمتع بالحصانة المطلقة، وإنما يتمتع بحصانة نسبية مرتبطة فقط بمهامه الرسمية التي يؤديها في الدولة المرسل إليها. نفهم هذا من المادة 38، إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله. لدينا حرمة سكن المبعوث الدبلوماسي. دكتور كريم، أبشرك على الانتهاء، 10 دقائق. أريد فقط أن أسأل، هل يمكن أن أضيف يعني ربع ساعة إضافية أو نصف ساعة حتى أشرح وأنا مطمئن البال، لأن أحس أنني أسرع في الشرح؟ بطبيعة الحال دكتورة، لديك الوقت وفي حدود يعني ما يسمح به وجود المشتركين. كم السقف الزمني دكتور كريم لو سمحت؟ يمكن إضافة ربع ساعة إذا كان يلزم الأمر ذلك. أي لتكن عقوبة دكتور كريم، لتكن عقوبة. مرحبا دكتورة، ونحن لا نشبع من شرحك وتفسيرك لهذه المقتضيات، لأن بطبيعة الحال هي مقتضيات بالرغم من أنها أكاديمية دقيقة وتقنية أيضا، لكنها يلزمها يعني شرح المستفيض وتوضيحات، لأنه ليس فقط تقديم لبعض فصول الاتفاقيات الدولية والقوانين بقدر ما هو أيضا مادة تطبيقية ستنفع المشتركين في إطار أعمالهم ومهمتهم المستقبلية. طيب بارك الله فيك دكتور كريم، شكرا على هذه الإضافة، بارك الله فيك. طيب انتقلنا الآن من حصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي إلى حرمة سكن المبعوث الدبلوماسي. أطرح دائما السؤال، هل مقر سكن المبعوث الدبلوماسي تعتبر حر، يتمتع بحصانة مطلقة أم حصانة نسبية؟ المقر السكن يتمتع بالحرمة المطلقة أو الحصانة المطلقة، لكما قلت سابقا أن الحصانة الشخصية المطلقة لرئيس البعثة المبعوث الدبلوماسي تسري على جميع الأمور الأخرى، نيب كل الأغراض المرتبطة به. هنا أفتح قوسين لأقول، هو أنه عادة أو بأصل عام عادة ما يكون مسكن رئيس البعثة في الدائرة التي يوجد فيها مقر البعثة الدبلوماسية، لكن قد يحدث أن بعض السفراء يختارون مقرات سكنهم في أماكن أخرى، قد يكون له منتجع في مكان آخر، قد تكون له شقة في مكان أخرى، فحتى هذه الشقة أو المنتجع أو الشاليه أو أي بنية أخرى مهما كانت تسميتها تعتبر أنها تتمتع بحصانة مطلقة كيفما كانت. طيب ننتقل إلى حصاد مقر البعثة الدبلوماسية. حصاد مقر البعثة الدبلوماسية أثارت العديد من الإشكاليات. إذا تذكر دكتور كريم تناولناه في مؤتمر دولي الخاص بالقانون الدولي الدبلوماسي، كان من أهم مقر البعثة الدبلوماسية والحصاد المطلقة كانت من أهم المواد التي نالت الحظ الأكبر من الانتقادات والمطالبة بتعديل مادة 27
وأيضا يا رب الحقيبة الدبلوماسية، المادة 27 الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، أما المقر فتنص عليه المادة 22. طيب، تستمد البحث الدبلوماسي، هنا أفتح قوسين لأهيب بجانب المشاركين أن بالاطلاع على المؤتمر الدولي الذي قمنا به في شهر ماي 18 19، وإن شاء الله الكتاب سيصدر حديثا على آخر شهر أكتوبر أو نوفمبر بإذن الله تعالى. بالنسبة للمهتمين بالقانون الدولي الدبلوماسي سيجدون مادة غنية وثرية إن شاء الله في هذا الكتاب، ستكون ذات استفادة إن شاء الله غنية بإذن الله تعالى. طيب، تستمد البعثة الدبلوماسية كهيئة قائمة بذاتها حصانتها من حصانات الدولة نفسها. السؤال الذي اختلف عليه العديد من الفقهاء القانون الدولي، حينما نقول البعثة الدبلوماسية هل نقصد البعثة هذا المقر يعني كبناية كجدران وكحيطان، أم نقصد أعضاء الطاقم الدبلوماسي الذين يشتغلون من داخل هذا المقر؟ هناك آراء مختلفة بهذا الخصوص ونقاشات فقهية جميلة وحيوية جدا، لكن إذا طلعنا على اتفاقية فيينا في المادة الأولى فإنها تنص بشكل واضح على أن المقصود بمقار البعثة أو مباني البعثة هي جميع المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة أيا كان مالكها أو أيا كان المالك، كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة. إذا حينما نتحدث عن مقر البعثة فنتحدث فعلا على هذه البناية، الجدران والبناية المادية، البنية المادية وكل ما يرتبط بها من بنايات أخرى ملحقة بها، وأيضا مقر سكن رئيس البعثة الدبلوماسية. مقر البعثة حصانتها مطلقة بنص المادة 22، تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لمأمور الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس البعثة. فرضا رئيس البعثة، هناك من الفقهاء الدوليين من يقول طالما أن المادة 22 قد اشترطت رضا رئيس البعثة فإذا نحن هنا أمام حصانة نسبية وليس حصانة مطلقة. لكن ماذا لو أن رئيس البعثة لم يقبل بدخول مقر البعثة ولم يأذن بدخولها من طرف السلطات الرسمية للدولة المستقبلة؟ إذا في جميع الأحوال أن رئيس البعثة عادة ما يتعنت ويرفض أي دخول أو أي اقتحام لدار البعثة أو مقر البعثة، حتى أن هناك في تاريخ الدبلوماسي، العمل الدبلوماسي، هناك حالات واقعية شهدت بأن مقر البعثة الدبلوماسية قد تعرض لحريق، ومع ذلك بأن سلطات رجال الإطفاء لم يتمكنوا من التدخل لأن رئيس البعثة لم يأذن بإطفاء الحريق. فعلى كل حال هناك ممارسات غريبة وعجيبة في هذا المجال، للأسف لا يسعف الوقت في التطرق لها. طيب، في مقابل المادة 22 نصت المادة 21 على حرية الدولة المعتمد لديها في اختيار الطريق الأنسب في طريقة حيازة مباني البعثة الدبلوماسية. بمعنى الدولة المعتمد لديها، نسميها الدولة المعتمد لديها، الدولة المفضل إليها، الدولة المرسل إليها، إلى آخره، هناك مسميات مختلفة لكن المهم تعني نفس المعنى ولا إشكال في تغير المسميات. الدولة المرسل إليها أو المعتمد لديها لها حرية اختيار الشكل القانوني لهذا المبنى، فلها أن تختار أن يكون هذا المبنى عبارة عن إيجار أو عبارة عن ملكية للدولة المرسلة. بمعنى أنه ترك الأمر مفتوحا لرغبات الدولة ولمواقفها ولسياساتها وقوانينها الوطنية. فهناك دول فعلا تحرم قانونا امتلاك البعثات الدبلوماسية من طرف الدولة المرسلة. لا أذكر هذه الدول، لكن ما أعرفه أن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا أيضا تسمح بشكل ضيق جدا بامتلاك البعثات الدبلوماسية، لكن بشروط تكاد تكون تعجيزية، بشروط تكاد تكون تعجيزية، من الصعب تحقيقها. لكن في مقابل ذلك هناك دول ليس لديها أي مشكل في امتلاك البعثات، مقر البعثات الدبلوماسية من طرف
الدول المرسلة. فإن هذه الأمور لا يحدد القانون الدولي أو اتفاق فيينا، وإنما متروك شأنها إلى القوانين الوطنية الداخلية. لدينا استثناءات بخصوص مقر البعثة الدبلوماسية. الفكرة الجوهرية في الموضوع أن أي مقر للبعثة الدبلوماسية يكون عادة في عاصمة الدولة الإدارية. ففي مقابل ذلك أن القنصليات تكون في مدن مختلفة داخل الدولة حسب اتفاق الدولتين طبعا. فالدولة المرسلة لا يحق لها اختيار المكان الذي تراه مناسب لإقامة بعثة دبلوماسية، وإنما ترتبط بالعاصمة الدولة. أين تتجلى الاستثناءات التي أريد التحدث عنها؟ تتجلى في حالتين اثنتين. بالنسبة لدولة مدينة الفاتيكان، تعرفون جيدا أن مدينة الفاتيكان أو دولة مدينة الفاتيكان هي تكاد تكون ربما ثاني أو ثالث أصغر دولة في العالم. هي عبارة عن ملكية مطلقة، دولة دينية كاثوليكية بالتحديد إلى آخرها من المسميات والمصطلحات والتعريفات. هذه الدولة لا تستقبل البعثات الدبلوماسية في الفاتيكان، وإنما تستقبل هذه البعثات في عاصمة إيطاليا اللي هي روما. لماذا؟ لأنه من الصعب جدا من الناحية اللوجستيكية استقبال العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية لجميع الدول، وأيضا بسبب ضيق المساحة، وأيضا لصعوبة هذه الاستضافة في حيز مكاني جغرافي جدا ضيق. المثال الثاني الذي يشكل استثناء هي مملكة الأراضي المنخفضة المعروفة بهولندا، عاصمتها أمستردام. لكن رغم ذلك فإن البعثات الدبلوماسية لا تتخذ مقرا لها أمستردام، ولكن تتخذ مقرها في مدينة لاهاي، لأنها لاهاي تعتبر مقر الملك وولي العهد، إلى جانب أنها تتضمن أو تستضيف جميع المؤسسات الحكومية الرسمية، إلى جانب المنظمات الدولية خاصة محكمة العدل الدولية التي يعتبر مقرها في مدينة لاهاي. طيب، بالنسبة لحصالة الحقيبة والمراسلات الدبلوماسية، أريد أن أنوه هنا بأن الحقيبة الدبلوماسية لم يرد بخصوص أي تعريف اتفاقية بين العلاقات الدبلوماسية، إنما ركزت على تحديد شرطين يميزان الحقيبة الدبلوماسية. أول هذه الشرطين، يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها. حاولوا أن تلاحظوا معي أن هذه الفقرة استعملت وسيلتين من وسائل المستعملة في الحقيبة الدبلوماسية، هي الطرد والحقيبة بحد ذاتها. بمعنى نستطيع أن نفهم من هذه الفقرة أن الحقيبة لا يقصد بها فقط تلك الحقيبة الجميلة الأنيقة السوداء التي نراها يحملها هكذا الدبلوماسيين في اللقاءات الدبلوماسية في سفارتهم، وإنما يمكن أن تكون الحقيبة معنى، أن يكون لها معنى آخر كالطرد مثلا. الطرد. الشرط الثاني، لا يجوز أن تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي. أعيد وأكرر، لا يوجد تعريف للحقيبة الدبلوماسية في الاتفاقية، ولكن هناك شرطين أساسيين. في مقابل ذلك نجد تعريفا شاملا ودقيقا للحقيبة الدبلوماسية من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، التي عرفت الحقيبة الدبلوماسية كالتالي: أي طرد أو حقيبة أو مظروف أو حاوية أخرى محددة ومختومة بشكل صريح تستخدم لنقل المراسلات الرسمية والوثائق وغيرها من المواد المعدة للاستخدام الرسمي ما بين مجموعة من المؤسسات السفارات المفوضية والمراكز، لا داعي لقراءة تكملة النص. بمعنى نستفيد من هذه التعريف أن الحقيبة الدبلوماسية ليست فقط تلك الحقيبة الجميلة الأنيقة، إنما هناك أنواع أخرى من الحقائب الدبلوماسية. يكفي فقط أن يوضع عليه ستام الختم بشكل واضح وبارز حتى تتخذ هذه الصفة صفة الحقيبة الدبلوماسية عفوا، ولنا أمثلة كثيرة في هذا الموضوع. طيب، هل تمتلك الحقيبة الدبلوماسية حصانة مطلقة؟ بموجب المادة 27 من اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن الحقيبة الدبلوماسية تمتلك حصانة مطلقة
إذ لم يرد أي شرط أو استثناء يقيد هذه الحصانة. تقول تنص المادة 27 على أنه لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها. هي هكذا عبارة، جملة مطلقة لا تتضمن أي شرط أو أي قيد. أيضا إمعانا في حرمة الحقيبة الدبلوماسية وحصانتها المطلقة، نص اتفاقية فيتنام في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 40 على حرمة الحقيبة والمراسلات الدبلوماسية في جميع الحالات والظروف بما فيها حالة مرور هذه الحقائب عبر دولة ثالثة. دولة ثالثة يقصد بها يعني ترانزيت، دولة ترانزيت، وأيضا في حال تعرضها للقوى القاهرة. يعني مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، تظل الحقيبة الدبلوماسية تتمتع بالحصانة المطلقة ولا يجوز فتحها أو حجزها أو تفتيشها. طيب، إذا كان هذا هو حال الحقيبة الدبلوماسية، فما هو حال حامل الحقيبة الدبلوماسية؟ هل يتمتع بنفس الحصانة؟ هنا نميز بين ثلاث أنواع من حاملي الحقيبة الدبلوماسية. النوع الأول هو الرسول الدبلوماسي. هذا الرسول الدبلوماسي كونه معبر عنه في الاتفاقية، أي نعم، يتمتع بحصانة المطلقة بموجب المادة 7 فقرة 5 المادة 27. تقول الفقرة: تقوم الدولة المعتمدة لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته على أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف من الحقيبة الدبلوماسية، ويتمتع شخصه بالحصانة ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال. إذن الرسول الدبلوماسي محصن حصانة مطلقة حسب الاتفاقية. ننتقل للنوع الثاني. لدينا نوع ثاني من حامل الحقيبة يسمى الرسول الدبلوماسي الخاص. هذا الرسول الدبلوماسي الخاص لا يتمتع بالحصانة المطلقة، وإنما حصانته نسبية تبتدئ بمجرد تسلمه للحقيبة الدبلوماسية وتنتهي حصانته بمجرد تسليمه لهذه الحقيبة. النوع الثاني هو ربان إحدى الطائرات التجارية. هذا الربان أو أحد ربان الطائرات التجارية، ولاحظوا معي، في الطائرات الحربية تتمتع بالسيادة. لو أن الحقيبة أرسلت في إطار الطائرات الحربية أو البواخر الحربية، فإنها تتمتع بسيادة مطلقة أو بحصن مطلقة. لماذا؟ لأنها أرسلت ضمن وسائل نقل تابعة لسيادة الدولة. لكن حينما تكون الطائرة أو الباخرة تجارية، يعني ذات طابع غير سيادي، فإنه في هذه الحالة حامل حقيبة دبلوماسية لا يتمتع بأي حصانات أو امتيازات، وإنما فقط هو مكلف بهذه المهمة، يؤديها وتنتهي مهمته، ما عدا إذا أرادت الدولة مستقبلا أن تمنحه حصانة معينة أو أن تمنحه امتيازات مالية معينة، فهذا يتوقف على توافق ورضا الدولتين. السؤال: ماذا لو أسيء استعمال الحقيبة الدبلوماسية؟ هذه من أجمل الإشكاليات التي أحببت أن أناقشها مع الذي للأسف الشديد الوقت غير مناسب. من بين أهم الإشكاليات التي تناولتها التي طرحتها اتفاقية فيينا هي أنها لم تقم بتحديد حجم الحقيبة الدبلوماسية ومقاسيها حينما تحدثت عن الحقيبة في المادة 27. وللإشارة، هذه المادة تعتبر أطول مواد في الاتفاقية، تضمنت الحديث عن المراسلات الدبلوماسية وأيضا الحديث عن خصائص الحقيبة الدبلوماسية وواجباتها وحقوقها. يدل الواقع العملي على حالات كثيرة جدا ومتنوعة من التجاوزات التي طالت الحقيبة الدبلوماسية وأساءت استعمالها، سواء تم استخدامها لأغراض شخصية من أجل تهريب المخدرات والمجوهرات والتجارة بالعملات الأجنبية، سرقت أيضا اللوحات الفنية باهظة الثمن، أو تم استخدامها استعمالها بأمور تتعلق بالدولة نفسها، بحيث تم تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الدولة المستقبلة من أجل زعزعة النظام السياسي داخل هذه الدولة، والأمثلة كثيرة. لكن من أغرب الأمثلة التي لفتت انتباهي وأردت أن أشاركها معكم هو أنه بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته نيجيريا عام 83 1983،
هرب وزير النقل النيجيري الذي يسمى أومارو ديكو، هرب إلى لندن، هرب من محاكمة في نيجر لأنه كان مطلوب القبض عليه محاكمته. في عام 84 تم اختطافه من منزله وتخديره ووضعه في صندوق، وتم إرساله إلى مطار ستانستيد بإنجلترا في اتجاه يعني نيجيريا. غير أن مسؤول المطار الجمارك اشتموا رائحة قوية منبعثة من إحدى الصناديق، مما اضطرهم لفتح هذا الصندوق. هم ادعوا أن الصندوق لم يكن يحمل علامة حقيبة دبلوماسية، ولذلك اضطروا لفتحه من أجل السلام والأمان. فأثار فتح هذا الصندوق على أساس حقيبة دبلوماسية أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين، بين بريطانيا وبين نيجيريا. فتبين أن الموجود في هذه الحاوية في هذا الصندوق هو وزير نقل أومارو ديكو. فبالتالي أن الحقيبة الدبلوماسية فعلا، وهناك نماذج أخرى كثيرة تم سردها في العديد من الأبحاث، أنه فعلا قد تم نقل شخصيات سياسية معارضة في صناديق وحاويات، وحاولوا التخلص منها عن طريق إرسالها عبر الحقيبة الدبلوماسية من أجل تصفيتها جسديا في الدولة الأم. أيضا النموذج الثاني، حاول الاتحاد السوفيتي إرسال شاحنة مختومة بالختم الدبلوماسي، لاحظوا معي أقول شاحنة أتراك، تزن 9 أطنان إلى سويسرا، مدعيا أن الشاحنة بأكملها هي بمثابة حقيبة دبلوماسية. طبعا رفضت السلطات السويسرية الاعتراف بالشاحنة باعتبار أن حجمها أكبر من أن يتم التعامل معها على أساس أنها حقيبة دبلوماسية. فتم إعادة الشاحنة إلى موسكو عبر مدينة بون الألمانية. السؤال، كيف تتعامل الدولة المستقبلة أمام هذه الحالات؟ قانونيا كما ذكرنا المادة تقول لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية ولا يجوز حجزها، إذا لا يجوز الفتح ولا يجوز الحجز، بمعنى لا يجوز التفتيش مطلقا. ماذا يقع في هذه الحالة؟ إذا شكت السلطات الجمارك في المطار بأن هذه الحقيبة تحمل أغراض غير الأغراض المسموح بها دبلوماسيا ورسميا وقانونيا، فإنها تستدعي مسؤول من البعثة الدبلوماسية وتطلب منه فتح الحقيبة. إذا قبل بفتح الحقيبة تبارك الله لا يوجد أي مشاكل. إذا لم يقبل بفتح الحقيبة على أساس أنها تتمتع بحسنة مطلقة، فهنا ترفض سلطات الدولة المستقبلة قبول هذه الحقيبة لدى في المطار، وتضطر إلى إرسالها إلى الدولة التي أرسلت هذه، يعني إرجاعها إلى الدولة التي أرسلت هذه الحقيبة، وهذا هو المتعارف عليه والمعمول به بين جميع الدول. إذا ننتقل للحصة القضائية. الحصة القضائية هنا سأتحدث بشكل موجز. الحصانة القضائية نميز بين الحصانة الجنائية القضائية الجنائية والحصانة القضاء الجنائي والقضاء المدني والقضاء الإداري. بالنسبة للقضاء الجنائي يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة مطلقة تماما، لا يجب حجزه أو إلقاء القبض عليه أو استدعائه للشهادة والإدلاء بأي أقوال أو محاكمته أو تنفيذ حكم فيه، حصانة مطلقة فيما يتعلق ب الحصن الجنائي. بمعنى إذا اقترف أو تورط في أي جريمة فإنه يعفى من المحاكمة أمام القضاء الدولي المستقبلة، لكن لا يعفى أمام قضاء دولته، لا يمكن أن ينجو من فعلته ومن جريمته. فبالتالي قضاء الدولة المعتمد لديها يكون معفيا من قضائها ولدي قضائية، لكن إذا ثبت فعل تورطه وثبتت جريمته فإنه يكون مطالبا بمحاكمته أمام قضاء دولته الأم. بالنسبة للقضاء المدني والإداري، فإن المادة 31 أكدت على أنه فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري لا يتمتع بالحصانة المطلقة، وإنما تكون حصانته نسبية فيما يتعلق بالدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة به،
فيما يتعلق بشؤون الإرث والتركات، فيما يتعلق بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه المبعوث الدبلوماسي خارج نطاق مسؤوليته ومهامه الرسمية. نفس الشيء بالنسبة للحصة الإدارية والإعفاء من أداء الشهادة. أيضا من بين الامتيازات، وهنا ننتقل للحديث عن الامتيازات المالية، فإن المبعوث الدبلوماسي بحكم عمله الرسمي يكون معفى من الرسوم والضرائب، سواء الضرائب القومية أو الوطنية أو البلدية بموجب المادة 33 من اتفاقية أفيننا. هل يمكن إسقاط الحصة الدبلوماسية على المبعوث الدبلوماسي؟ نعم، يمكن إسقاط الحصة الدبلوماسية على المبعوث الدبلوماسي في حالة واحدة فقط، إذا قبلت الدولة المعتمدة، الدولة الأصلية، الدولة الأم، أن تتنازل عن حصانتها التي أعطتها لي أو التي منحتها وخولتها للمبعوث الدبلوماسي. أرجع دائما إلى الفكرة إلى البداية، أنه هذه الحصانة الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا يتمتع بها لشخصه، وإنما من أجل أداء مهمته من أجل أداء مهمته الرسمية التي أنيطت به. فبالتالي هذه الحصانة مرتبطة بدولته وغير مرتبطة بشخصه. فبالتالي التنازل لا يتم عن طريق أو من طرف الشخص الدبلوماسي نفسه، وإنما يتم عن طريق الدولة نفسها لأنها هي صاحبة هذه الحصانة وليس المبعوث الدبلوماسي. وهنا أيضا نميز بين نوعين من التنازل. هناك تنازل تقوم به الدولة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والدعوى القضائية، وأيضا تنازل من نوع آخر يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي في حالة ما إذا تنازل الدولة عن هذه الحصانة. المحور الخامس، انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية. ما قلناه في البداية أن العلاقات الدبلوماسية وتبادل التمثيل الدبلوماسي يقوم على أساس الرضا والتوافق المتبادل بين الدولتين. ضرورة رضا الدولتين وقبول الدولتين بتبادل البعثة الدبلوماسية، هذه مسألة مبدأ قانوني لا جدال فيه. لكن فيما يتعلق بانتهاء البعثة الدبلوماسية، فإن هذا الأمر مرتبط بالإرادة الانفرادية. قد تنفرد دولة ألف بقطع العلاقات الدبلوماسية وإيقاف مهمة البعثة الدبلوماسية من تلقاء نفسها دون أن تنتظر رضا أو موافقة الدولة الأخرى، وهذا يندرج ضمن سيادة الدولة واستقلالها السياسي وحرية اتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات. هنا أيضا أميز بين أمرين، أن اتفاقية فيينا أي نعم تحدثت عن انتهاء البعثة الدبلوماسية، لكن لم تميز بين انتهاء البعثة الدبلوماسية وانتهاء مهام الممثل الدبلوماسي. فلا يمكن أن يعني التمييز بين الأمرين غير ورد في الاتفاقية، لكن فقهاء القانون الدولي تناولوا هذين الجانبين بالكثير من النقاش الفقهي الممتع والماتع. في انتهاء أو إنهاء العلاقات الدبلوماسية، البعثة التمثيل الدبلوماسي، هناك طريقتين، الطريقة العادية أو الطرق العادية والطرق الاستثنائية. فيما يتعلق بالطرق العادية، يتم إنهاء التمثيل الدبلوماسي إما عن طريق استدعاء الممثل الدبلوماسي، رئيس البعثة الدبلوماسي أقصد تحديدا، من جانب دولته، أو عن طريق تقديم استقالته لسبب من الأسباب، سبب شخصية أو موقف سياسي معين، الإحالة إلى التقاعد، قرار حكومته بالاستغناء عنه، حالة النقل المعروفة في العمل الدبلوماسي. فعادة الدبلوماسيين لا يمكثون في منصبهم أو أكثر من 4 سنوات إلى 5 سنوات أعتقد، أو ربما أقصى تقدير 10 سنوات تجاوزا، حسب كل دولة ونظامها القانوني الداخلي، في حالة الوفاة، في حالة المرض، وفي حالة إلغاء البعثة الدبلوماسية. طيب، في الطرق الاستثنائية لإلغاء أو لإيقاف أو لإنهاء البعثة الدبلوماسية، لدينا العديد من الطرق أيضا، أهمها حالة تذمر الدولة المعتمد لديها من سلوك المبعوث الدبلوماسي، وهو ما يعرف ب بيرسونا نون غراتا في المصطلحات الدبلوماسية، ستسمعون كثيرا ربما في الإعلام
بيرسونا نون جراتا بمعنى شخص غير مرغوب فيه، وهنا نميز أيضا بين الشخص غير مرغوب فيه والشخص غير المقبول. وهناك كثير من الجزئيات التي تمنيت أن أتطرق لها لك الوقت لا يسمح. الحالة الثانية عدم اعتراف الدولة المضيفة أو المستقبلة بدولة المبعوث الدبلوماسي كما رأينا سابقا في حالة عفوا الانقلاب العسكري وفي حالة الثورات الشعبية. لدينا حالة الفناء، فناء الدولة، فإذا انتهى الوجود القانوني للدولة فبالتالي تنتهي جميع بعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جميع الدول. لدينا حالة الأعمال العدائية بين الدول الأخرى بما يتسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية أو تعليق هذه العلاقات إلى حينه. ثم أيضا حالة الحرب بين الدولتين، فطبعا حينما تقوم الحرب تتوقف جميع آليات الدبلوماسية. لا أريد أن أختم صراحة، إن شاء الله، لأن لدينا موعد مقبل إن شاء الله يوم الأحد المقبل. كل ما أستطيع قوله أن أطلب من المشاركين في هذه الدورة والمهتمين بالانتماء إلى السلك الدبلوماسي، أقول لكم أنه أمامكم جهد معرفي وجهد شخصي لاشتغال المهارات الشخصية إلى جانب المهارات المعرفية من أجل إعداد أنفسكم للانضمام إلى مضمار العمل الدبلوماسي، لأنه على قدر ما هو عمل مهنة راقية وسرية جدا لكنها تتطلب العديد والكثير من المهارات المعرفية والشخصية. طبعا لا يمكن الإحاطة بجميع مواضيع ومحاور هذه المحاضرة في وقت وجيز أو حتى في محاضرة واحدة. أتمنى إن شاء الله أن تكون محاضرتي ذات نفع وذات فائدة عليكم جميعا إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، ولقاؤنا إن شاء الله الأحد المقبل في محاضرة تمثيل القنصلي. أتمنى أن تكون في الموعد وأن تكون قبل الموعد حتى لا نقع فيما وقعنا فيه اليوم من ضيق الوقت والإسراع في الشرح الذي أحاول أن أتفاداه. دمتم سالمين إن شاء منه. الله، إن شاء الله دكتورة، سوف نعمل على أن يلتحق الجميع في الوقت المحدد، خاصة أنه يوم الأحد لدينا دورة قواعد التأهيل الدبلوماسي، ويعقبها حصة أخرى لدبلومة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لذلك فيجب أن يحرص الجميع أن يكون في التوقيت المحدد حتى نحترم التزاماتنا جميعا، ونتمكن من الاستفادة من تقديمكم وشروحاتكم، وبطبيعة الحال نطرح بعض الأسئلة لنلقى الأجوبة لها لنستفيد أكثر. أنا في الخدمة، إذا كانت لديكم أسئلة أي استفهامات إيضاحات يسرني ويسعدني أن أجيب عليها. إذا وافقكم نسبكم توقيت الآن أنا مستعدة، سهرنا معكم لا مشكل. إذا تعذر الأمر الرقم الواتساب متاح أمام جميع المشاركين، يمكن التواصل عبر رقم الواتساب إذا كانت لديكم أي استفهامات أو استفهامات بهذا الخصوص، سأكون سعيدة الإجابة عليها وأن أكون ذات فائدة لكم جميعا إن شاء الله. شكرا، شكرا لك دكتورة. كانت هذه الحصة الأولى من المحور الخامس. نضرب موعدا يوم الأحد إن شاء الله مع الحصة الثانية. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وفي صحة جيدة. إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور كريم، السلام عليكم جميعا ودمتم في وديعة الله وحفظه.